سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إحنا بدأنا المرة اللي فاتت في مناقشة ومدارسة كتاب الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الأول، وكنا وصلنا في العرض، كنا إحنا قسمنا الكتاب على حضراتكم، وكنا وقفنا في العرض عند إحنا عرضنا ثلاثة المرة اللي فاتت بس ولا أربعة؟ ثلاثة. فالنهاردة المفروض إسراء وهدير ونورهان، صح؟ لا، أربعة أصلا. أربعة، يعني هنبدأ بهدير ثم نورهان ثم دينا. ماشي، تفضل يا أستاذ هدير. دي بادئة واخدة من الباب الثاني اللي هو موقفه من الفكر الواحد اللي هو لب الكتاب. ماشي. طيب، هو الشيخ في البداية خالص عرف ايه هو الفكر الواحد، قال ان هو شخص الواحد مع الحضارة الغربية، بعد كده ذكر ازاي هما تبنوا الفكر ده، المراحل اللي عدى بيها الفكر لحد ما بقى معتمد ومشروف العلوم الطبيعية، فأدى للتقدم يعني ملاحظ، فكان الدافع بقى من التقدم ده ان هو يطبق على بقية العلوم، يعني مش بس العلوم الطبيعية، الموضوع بقى يعني امتد لكل يعني الجوانب. بس بعد ما الشيخ بين يعني ان هم تبنوا الفكر ده، قال ان اهم فكرة هم طبقوها على طبقوا العلم المادي عليها، وهي كانت فكرة مجردة اللي هي قضية وجود الله. فبس بدأ المبحث بقى برأيهم يعني او تطبيقهم للعلم المادي على قضية وجود الله. بس هو الشيخ قال ان هي قضية وجود الله هي في مقدمة الامور الغيبية، وان عليها ينبني باقي اركان الاسلام او ماهية الاسلام المتضح. وقال ان الملاحدة احتجوا يعني هم انكروا، قالوا ان هي قضية غيبية فبالتالي انكروها، واحتجوا بثلاث حاجات. احتجوا من العلم المادي بينكروا، يعني العلم المادي بينكر وجود الله لانه هو غير سهل بالتجربة فبالتالي هو غير موجود، واحتجوا بنظرية داروين، وقالوا ان الارتقاء ده هو يعني السبب في وجود الكون، فمفيش اله. بس بعد ما احتجوا يعني بالأمور دي، اصطدموا بأن في تنظيم في الكون، واصطدموا بأن أصل الأشياء فيها ترتيب وفيها يعني حاجة تدل على أن الأمور دي مش محض الصدفة يعني أو العبث. فبدأوا يشوفوا إيه هو الخالق للكون أو إيه هو الأخ مؤلف الكتاب لخص الحاجات دي من كتابات الشيخ. يعني ذكر النصوص، الأدلة اللي الشيخ استخدمها والبراهين والبراهين بتاعته كلها ذكر أدلة مصورة. تمام. فبعد الاصطدام ده بدأوا إن هم يشوفوا إيه سبب وجود الكون ده، فبعضهم قال إن هي المادة، إن المادة هي اللي أوجدت العالم، وبعد كده في حركة آلية ما بين الكائنات هي السبب في الاستمرار، وبعضهم قال إن هو وجد بمحض الصدفة، يعني كله يعني قريب شوية برضو النظرية داروين، هي صدفة واتقاء الكائنات مع بعضها بيتولد، يعني صدفة نظرية داروين كانوا تحت بند واحد. طيب. وبعدهم قال ان الطبيعة عموما بفكرة التولد، الطبيعة عموما هي علة وجود الكائنات. فكرة التولد من الطبيعة؟ الطبيعة يعني هي سبب وجود الكائنات. بس الشيخ استخدم في الرد ده عليهم ثلاث أركان. أول حاجة إن هو قرر القضية نفسها، يعني أثبت وجود الله بأدلة مختلفة، وبعد كده بدأ يناقش أسس السبب في إن هما يقولوا بالآراء دي، وبعد كده بدأ يهدم بقى الحضارة دي نفسها. فأول حاجة فإن هو يعني يثبت وجود الله بطرق مختلفة، استخدم ثلاث مناهج. أول منهج كان منهج القرآن، بعدين منهج الفلاسفة والمتكلمين، وبعدين الكاتب قال إن الشيخ استخدم منهج خاص بيه
هو الشيخ نفسه صرح ان ده يعني ما حدش سبق ليه القول بالرأي ده، اللي هو ايه؟ والكاتب نفسه قال كده، يعني اللي هو ايه؟ من أدلة معينة، ان هو استدل ان العقل بيتدخل في مسألة المحسوسات، بيحاول المحسوسات دي لإدراك. الإدراك ده نفسه حاجة حادثة، يعني الإدراك ده نفسه تصور حادث، فالتصور ده إيه السبب في وجوده؟ يعني المحسوسات نفسها مش هي اللي بتعمل التصور ده، طيب. الواسطة هو العقل، فالتصور ده الكلام ده من فراشي بالشيخ مصطفى صلى الله عليه وسلم. هو أفراد، يعني هو الشيخ مصطفى في الكلام نفسه قال إن ده يعتبر من مش مثلا من يعني أفراده كدليل. يعني هو قال ان هو افرض كده بالخير وبيستدل بالمذاهب الفلاسفه والمتكلمين وبيبين ده في يعني في سياق الكلام. الفكره الشيخ اهتم بالفكره وركز عليها شويه كدليل، يعني ماشي. بس استخدم ان يستدل يعني لان العقل بيدخل في يعني في عمليه الحس، فهو بينتج تصور، التصور ده لابد من حادث. مستدل برضه على ان ادراك الشخص نفسه، يعني ان الشخص نفسه بيدرك الامور اللي حواليه، يكون الادراك ده نفسه ما ينفعش تكون الطبيعه هي اللي وجدته، لان الطبيعه نفسها غير مدركه، ما ينفعش امر غير مدرك يولد امر مدرك. طيب تالت حاجه، استدل على وجود الاراده نفسها في الانسان، في الاختيار وفي ترتيب الامور، يعني في كل الاحياء. ما اتكلمش على فكره ان يعني الإنسان مخير أو لا، أتكلم عن وجود الإرادة عموما في الإنسان بالمعنى البسيط الملاحظ، يعني إن ده دليل على إن الإرادة دي لابد إن يكون ليها صاحب هو اللي بعثها يعني في الإنسان. فهنا دول كانوا الثلاث بنود اللي الشيخ اختص بيهم وأفرضهم يعني كدليل. ماشي. استخدم منهج القرآن، هو كان أول منهج القرآن، إن هو عرض آيات الكون والتدبير والتأمل ونظام الكون والعلل وكل ده على إن هو سبب لوجود خالق، وعرض آيات يعني كأنه هو دليل نقلي، يعني استخدم منهج القرآن اللي هو دليل العناية أو الحكمة، العناية عند الفلاسفة، العناية عند المتكلمين، والحكمة عند الفلاسفة، تعرض يعني للمصطلحين. بس بعد منهج القرآن استخدم المنهج الثاني اللي هو منهج الفلاسفة والمتكلمين، وده كان من خلال دليلين، دليل الحدوث للعالم حادث ولا بد له من حدوث، والدليل الثاني اللي هو دليل الإمكان، هو قسم العالم يعني واجب وممكن، واعتمد في الدليل الإمكان ده على التسلسل. وأبطاله يعني كذا أسلوب، هو ما ذكرش نص معين، بس قال إن الشيخ تعرض لتطبيق لإنكار يعني التسلسل في خلال الكتاب أكتر من ما ذكرش إن الشيخ استدل على بطلان التسلسل بدليل مش مذكور في كتب المتكلمين؟ لا، ده إحنا خرجناه بقى من الكتاب وإحنا بنقرأ، إن الشيخ جاب دليل على بطلان التسلسل مش موجود، ده فعلا الجديد اللي عند الشيخ. فده إن شاء الله نبقى نذكره بإذن الله في مقدمة الكتاب. ماشي. المنهج الثالث اللي هو كان خاص بالشيخ، هما دول الثلاث مناهج اللي الشيخ أثبت بيهم وجود الله. بعد كده بدأ يناقش إيه الأسباب أو الأسس اللي اعتمد عليها في إن هما ينكروا قضية وجود الله. فأول حاجة هو الشيخ بدأ يعني يقول إن هما حصلوا العلم عموما في العلم المادي فقط، فبدأ يعني ينقض القضية دي، فقال إن الحس عموما هيوصل لبعض الأمور بس مش هيوصل لأمور يقينية، يعني لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر. وقال إن في الاعتماد على الحس فقط إن هو مصدر، ده إهانة لباقي العلوم العقلية. ومن هنا بقى أتكلم على أهمية علم الكلام، وإن هو من أشرف العلوم. وذكر إن السبب لأن هما بيقولوا ينفوا كل العلوم ما عدا العلوم المادية، إن ده ناشئ لفكرتهم عن الكون إن هي فكرة مادية دنيوية، فالسبب في إن هم ينفوا أي حاجة غير المادة، فهي علاقة هم شعورون بوجود إله، فبالتالي الأمر عندهم مرتبط بالدنيا فقط. ده كان أول أساس يعتمدوا عليه. الأساس الثاني إن هم قالوا إن العلم المادي نفسه أنكر وجود الله،
الشيخ عرض عرض ده ان هو قال ان العلم نوعين، علم بمعرفة الأسباب وده علم بديهي، يعني مثلا بيضرب بالحس والبداهة ان السبب لابد له من مسبب، ده نفسه بيؤيد الدين، يعني بالبداهة بيؤيد الدين بالفطرة، بأن لأن أي حد مثلا هيعتقد ان أي سبب له مسبب. بس فهو قال ان العلم اللي هو الشق الأول اللي هو العلم بمعرفة السبب ده بيؤيد الدين، اما بقى الشق الثاني ان هو باقي كل العلوم، يعني كل العلوم في دايره العلم المادي او غير المادي، وذكر ان كل العلوم دي محايده، يعني بمعنى انها لا بتنفي ولا بتثبت، يعني كل العلوم ما فيش فيها دي. بس هي اقرب الاثبات منها الى النفي اذا رجعناها للقواعد العقليه بالظبط. فقال ان النفي والقطع او كده ده اصلا مش من خواص العلم المادي، ده تعدي على ان هم العلم المادي. قال الشيخ اكثر من مره انه يدل على الامكان فقط، على امكان الوجود، لا على وجوب الوجود ولا على نفي عدم الامكان. فاذا مثلا العلم اثبت على سبيل المثال وجود ماده معينه في الكون واكتشفناها ورأيناها أو جربناها ورأيناها في معاملنا، فالعلم ساعتها يقول بإمكان وجود هذه المادة، لا يقول بوجوب وجودها، لأن الوجوب الحكم بالوجوب ده حكم فوق الإمكان، ولا يقول أيضا باستحالة وجود غيرها، ولا يقول باستحالة وجود غيرها. وبالتالي المجال اللي بيعمل فيه العلم المادي بسيط جدا، وهو انه اذا اكتشف شيء فهو يقول بامكان وجود هذا الشيء فقط، ما وراء ذلك حكم العقل مش حكم المادة ولا حكم التجربة. طيب ثم النقطة دي بقى قال ان الدليل العقلي يتفوق على الدليل الحسي، من حيث ان الدليل الحسي بس في العلم المادي هيحكم بالامكان فقط، اما لو هنرتفع مثلا وهنحكم بالوجوب او الاستحاله فده من حكم العقل. فاعالي الاحكام عموما هي بتدرك بالعقل، الوجوب والاستحاله والجواز، فبالتالي المتفاوت الدليل العقلي يتفوق على الدليل الحسي. طيب ربع حاجة ان هو تعارض لقضية ان الدين لا يناشي العقل على خلاف دين المسيحي، فقال ان ده السبب او الاساس ان هم انطلقوا منه ان الدين متناشي، فبالتالي كان كل الدين بأكمل، وقال ذكر ادلة كتير على ان الدين لا يتنافى مع العقل، وذكر ادلة نفسهم، ادلة من علماء الغرب نفسهم ذكروا ان الدين الإسلام عموما لا يتنافى مع العقل. بعد ما الشيخ أثبت قضية وجود الله وناقش أسس المذهب، مذهب الإلحاد نفسه، بدأ يرد على الشبهات والحاجات دي. ده كان آخر، يعني كان آخر جزء الشيخ استخدمه بعد ما أثبت الوجود، وبعد كده ناقش، فبعد كده هيفند بقى كل قضية ويرد عليها. ماشي. فأول شبهة هم تعرضوا ليها إن هم قالوا إن هم بحثوا فلم يجدوا خالق للكون، فحكموا بالتالي يعني بالعدم، فحكموا بالعدم وحكموا بالاستحالة أصلا وجود الخالق. يعني الشيخ رد أول، كان أول رد ليه القاعدة بتاعت عدم الوجود لا يدل على عدم الوجود، وفسر بقى القاعدة عموما. ويفترض ان لو احنا فرضنا ان هم بحثوا فلم يجدوا الخالق فده تقصير في البحث، يعني ليس الا تقصير، ولو هم بحثوا فلم يجدوا فحكموا بالعقل على ان مفيش خالق، ده نفسه تناقض، لان العقل نفسه والعلم والاشياء اللي هم بيحكموا بيها دي اشياء مجرده لا ترى، يعني مفهوم العقل اللي هم توصلوا بيه ان هم مفيش خالق المفهوم نفسه لا يرى، فما ينفعش ان هو يبقى أداة من أدلة الحكم أصلا. تالت حاجة الشيخ تعرض لنفي قدم المادة على اعتبار ان لو ما فيش خالق فبالتالي ان المادة هي اللي هتكون الخالق يعني على الله، فبدأ الشيخ يعرض أقوال غربية
وأقوال برضو من العلماء المتكلمين اللي نحكي قدم الفتة. بعد كده أشترط الشيخ لو إن المادة قديمة، فحتى لو هي قديمة هي لا تستطيع إيجاد العلم، إنها محتاجة. محتاجة للصورة مبدئيا، لأن المادة عشان تتفعل في الوجود لازم يكون في صورة عشان تبقى. هي فكرة الهيولة والصورة يا شباب، مفيش مادة إلا ولها صورة، والمادة حاجة والصورة حاجة تانية خالص. فلما نقول مثلا الخشب، مادة الخشب لا توجد إلا في صور معينة، إما أن يكون مربع أو مثلث أو سرير أو دولاب أو ترابيزة، لكن مادة الخشب نفسها ليست هي الترابيزة، مادة الخشب ليست هي الدولاب. الدولاب صورة من صور المادة، الطول من صور المادة، العرض من صور المادة، العمق من صور، اللون من صور المادة، وبالتالي مفيش مادة بلا صورة. في العلماء تصوروا انه في مادة، هذه المادة لها صور، هي الأشكال المختلفة التي تتجلى بها، والمادة دائما محتاجة إلى صورة تتجلى فيها، وبالتالي المادة محتاجة. المادة ماذا؟ محتاجة. هذا الاحتياج ينفي عن المادة أن تكون إلها. لذلك علماءنا هتلاقوهم عرضوا فكرة أن يكون لله سبحانه وتعالى شكل، ونفوا الآيات اللي هي، أو يعني مش نفوا، أول الآيات التي تتحدث عن يد الله وجنب الله وكذا إلى آخره. ليه؟ لأن كل دي صور، كل دي إيه؟ صور. طيب، والصور من علامات المادة أو من علامات الحدوث. طيب، غير ان المادة محتاجة للصورة، ايضا ان المادة مفتقرة عشان المادة توجد، على فرض ان هي توجد لازم يكون ليها اوصاف معينة. الاوصاف دي زي الحكمة والارادة والادراك عموما، فالمادة نفسها غير قادرة على انها توجد العلم. تالت حاجة برضو اللي هو الشيخ السبلجي قبل كده، ان المادة نفسها غير مدركة، فما ينفعش توجد كائنات مدركة. على فرض برضو ان المادة هي لأولية العالم، ففي وجود مستمر، فهم فسروا الوجود المستمر ده بفكرة الآلية، ان الكائنات في حركة دائمة. فهو الشيخ فأبطل الفكرة دي وقال ان المادة لا تتحرك من نفسها، فكل حركة لابد لها من محرك. بس دي كانت اول شبهة هم احتاجوا بيها، ان هم لم يجدوا فحكموا بالعدم. كان تاني شبهة ان هم قالوا ان الله لا يثبت بالتجربة الحسية، فبالتالي قالوا ان الكون نشأ عن طريق المصادفة. فالشيخ يعني كعرض مبدئي افترض بالتفكر برضو ان العالم نفسه فيه كائنات وفيه آلات وفيه بعض الأمور يعني يحكم عليها بالبداهة ان هي فيها نوع إدراك او نوع ترتيب، فازاي الكائنات دي احنا نشهد ليها ان هي مدركة او ان هي فيها نوع حكمة، ومش هنحكم على الخالق ليها ان في خالق ليها يعني صاحب الحكمة الاعلى. بعد كده الشيخ افترض لأفعال الانسان نفسها، يعني افعال الانسان نفسها من غير كلام عن الاختيار او الجبر، الانسان بيجد في نفسه ان هو بيرتب اموره، بيختار حاجة غير حاجة، يعني كل بني ادم عايزة تبقى ماشية في اتجاه معين. فقال ان لو احنا قلنا ان الكون موجود مصادفة، فبالتالي هنحكم على افعال الانسان عموما ان هي من قبيل المصادفة. بس تالت حاجة بقى، قال ان اغلب الكائنات يعني هما بيقولوا ان بينقضوا الدليل بتاع ان كل سبب لابد له من مصدر، فهو قال ان في بعض الامور السبب مش واضح فيها، بس اغلب الكائنات فيها علة غائية، يعني اغلب الكائنات فيها عامة الناس تقدر تدرك الحكمة أو السبب، مش كل الأمور ولو السبب القريب يعني. مش كل الأمور يعني ما فيهاش سبب، في بعض الأمور الحكمة أو السبب واضح فيه. كيف السابق لكن ايه؟ دي حد بره خالص؟ طيب ايدي. انت كنت فين يا شيخ؟
أنا في بلدي. رحت الهند؟ أيوة أنا كتبت امتحان في رمضان. رحت الهند وبعدين رحت إلى السعودية للحج. بعدين رجعت. مرحبا. الشيخ في أصول الدين أيضا؟ لا. الطب. في كلية الطب بجامعة الأزهر أيضا؟ جامعة القاهرة. القاهرة بعد ما شاء الله. أنت خلصت ولا لسه يا شيخ؟ أنا خلصت يعني سجلت الماجستير على. ما شاء الله سجلت في أي موضوع؟ قسم الأخير موضوع إيه؟ لا أنا يعني تمهيدي. ما زلت في التمهيد؟ أيوة. لسه قدامك سنتين بقى الله يكرمك. طالب عندك ده دكتورة؟ أنا طالب سنتين. لسه ستة هادية. ما خلصت أي حاجة مش هتشتغل كده. محاضرات. هذه أستاذة في كلية الطب عندكم. بتتكلموا في المحاضرات بالعامية؟ لا هو بيعينوا لا بالإنجليزي ولكن ولكن اللهجة غريبة شوية بلهجة مصرية يعني ونحن في السنة الأولى طيب هذا مجلس لقراءة كتاب موقف العقل شيخ الإسلام مصطفى صدري فهل أنت ستحضر معنا إن شاء الله؟ هل أنت بتحب هذه العلوم؟ نعم الشيخ يعرف فأنت يعني إذا كنت تحب هذا مرحبا بك نحن الآن كنا كلفنا طلاب قراءة كتاب شيخ الإسلام مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد واليوم هم يعرضون هذا الكتاب يعرضون ملخصاتهم لهذا الكتاب فيلا كملي هذه رشيد نتكلم عن قضية وجود الإله عموما فالغرب أو العلم المادي بينكر وجود الإله فالشيخ بيتعرض للحجج اللي هم استدلوا بيها وبينقضها فالحجة اللي بنقضها حاليا إن هم قالوا إن الكون وجد بالمصادفة فاستدل الشيخ بعدة أدلة الدليل الرابع إن الكثرة في وجود الكائنات عموما يعني تنوع الكائنات وتحت كل نوع تفاصيل مختلفة الكثرة عموما كقاعدة تدل على القدرة يعني الشيخ ذكر ان كون التنوع ده يعني هينتهي في الاخر الى خالق واحد الوضع الخامس ان الفوضى عموما على فرض ان الكون وجد بالمصادفة بديهيا ان الفوضى لا تنتج النظام تكون إن الكون نشأ بالمصادفة على فرض إن الكون نشأ بالمصادفة فهيكون المشاهد إن عدم وجود نظام عدم وجود مواعيد محددة بدأ الشيخ يعرض بقى أمور في النباتات وأمور في الفصول السنة وتعرض يعني كذا دليل ثالث حبها إن هم احتجوا بنظرية داروين استقاء الأنواع عموما اللي هي سبب وجود الكون فالشيخ تعرض ان نظرية داروين عموما مبنية على فرض افترض الفرض ان الكائنات بتتولد الفرض ده نفسه لا يثبت بالتجربة يعني معنى التولد نفسه كون ان الكائنات هتتولد في استقاء دائم معنى التولد نفسه لن يشاهد يعني هم استنتجوا ان الكائن ارتقى لكائن اخر فنظرية الارتقاء عموما المعنى نفسه مجرد يعني هو التطوريين بيزعموا ان نظرية التطور تجريبية ولا توجد تجربة واحدة تثبت حدوث انتقال من نوع الى نوع بل هي عبارة عن استنتاجات وتخمينات عقلية لا ترقى لدرجة ان تكون تجريبية او حسية او اكيدة وانما هي عبارة عن فرضيات فقط وهي دي المشكلة الحقيقية مع نظرية التطور انها ليست تجريبية وبيروج لها على انها تجريبية التجربة دي معناها انك شاهدت انتقال من نوع الى نوع اخر
هل حد شاهد هذا ولا هي عبارة عن استنتاجات؟ كلها عبارة عن استنتاجات. يقول لك الفراشة كان ليها مش عارف شكل معين وبعدين انتقلت من كذا الى كذا. طب الفراشة دي قبل ما تبقى فراشة كانت ايه؟ مقدرش يقول لك هي فراشة لكن ليها تكيفت مع البيئة بطريقة معينة فهي فراشة برضو لكن لها شكل اخر. ان هي مش حاجة تانية غير الفراشة، مش حاجة تانية غير الزرافة، مش حاجة تانية غير الحيوان، مش حاجة تانية غير السمكة. فهي سمكة لكن متكيفة مع البيئة. هما بيستدلوا بهذا التكيف وهذا التغير اللي بيحصل مع البيئة بانه ده يكون ممكن يكون احتمال للانتقال من نوع الى نوع. ودي اللي كانوا بيسموها الحلقة المفقودة، يعني هما لاحظوا ان النوع الواحد بيتطور، وهذا النوع من التطور نحن لا ننكره، يعني نحن لا ننكر ان يكون هناك ارتقاء في النوع الواحد. يعني الانسان بيتطور، نطفة، علقة، مضغة، طفل، شاب، كهل، فهذا تطور، لكنه ماذا؟ في النوع الواحد. كذلك الأمر في النباتات والحيوانات جميعا. لكن إنك تقول لي إنه النوع الفلاني انتقل وصار كذا، دي لسه ما حدش أثبتها. وما يأتون به من أحفوريات أو من شواهد لا ترقى لدرجة الإثبات أو لا ترقى لدرجة اليقين، كلها تخمينات. المشكلة إن هم حولوها الأيديولوجيا، حولوا نظرية التطور لأيديولوجيا، وصار كأنه منكرها ينكر العلم الحديث. والواقع إن هي عبارة عن تخمينات لا ترقى لدرجة العلم. طيب ثم شيخ استدل يعني الكلام ده اتشرح أكثر من مرة أن برضه لا يولد من عديم إدراك، وأن الكائنات نفسها بدايتها هتكون من كائنات غير مدركة فهتستقي بعد كده للإنسان وأن هو كائن مدرك. فده أكثر دليل الشيخ بيكرره في كل جانب، يعني أن لا يولد من عديم إدراك. وذكر برضه أن اعتماد الكائنات، يعني القول بأن الكائنات نتجت من الطبيعة، ده منقض نفسه لأن الطبيعة نفسها بتتجلى في الكائنات. فكأنه اعتماد الكائنات، وجود الكائنات عموما على معنى منعدم، يعني اعتماد وجود على عدم، أن الطبيعة عموما هتتجلى في الكائنات، فبالتالي كأننا بعتمد في وجود الأشياء الحسية المحسوسة على نفسها، ده معنى منقض نفسه يعني. رابع حاجة ان نظرية التطور بتعتمد على التدرج والتنبيه اكتر من مرة على ان التدرج ده مطلوب في ان الكون يعني يسير بشكل طبيعي. فالشيخ اعترض على ان التدرج في الخلق ده يعني مش من سمات او مش من صفات الذات، يعني الخالق نفسه غير محتاج للتدرج. التدرج نفسه ده ما هي إلا فكرة، يعني هم عشان يخرجوا لسه المفاهيم، ده ناتج يعني أن أنفذوا النظرية دي. إن التدرج احتياج. بالظبط. التدرج فيه احتياج، عشان كده العلماء علماء الكلام لما جم يتكلموا على صفة الكلام الإلهي قالوا ليس بحرف ولا صوت، يعني الله سبحانه وتعالى متكلم لكن كلامه سبحانه يختلف عن كلام الحوادث، عن كلام البشر، عن كلام المخلوقات. لأن كلام البشر فيه احتياج، أنا الآن حتى أتواصل معك بالكلام أحتاج إلى الحروف وأحتاج إلى الكلمات وأحتاج إلى ترتيب الحروف ترتيبا معينا وإلى ترتيب الكلمات ترتيبا معينا، وأحتاج إلى الزمان الذي أخرج فيه هذه الحروف وهذه الكلمات. فأنا لا أستطيع إفراغ كل ما عندي لك دفعة واحدة، فأنا الآن في تحت واقع تحت قيدي وتحت أسري ماذا؟ الزمان والكلام، واقع تحت أسر الكلمات الحروف الجمل ترتيبها بطريقة معينة، ثم واقع تحت أسر الزمان، وهذا علامة الافتقار والحدوث. والله سبحانه وتعالى منزه عن الافتقار لشيء أو الاحتياج إلى شيء، فهو لا يحتاج إلى أن يفعل الأمور كما لا يحتاج في كلامه أن يكون بهذه الطريقة. نفس الكلام هنقوله في مسألة الخلق. لو قلنا أن الطبيعة هي الخالقة، فالطبيعة تخلق وتخرج الأمور بالتدريج،
التدريج هذا احتياج. لذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه في القرآن ماذا قال؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما في تدريج. يعني أمره مجرد صدور الأمر، ظهور الأمر أو ظهور متجليات الأمر في الوجود في اللا زمان. لماذا؟ لطلاقة القدرة الإلهية. التدريج احتياج. الطبيعة تخرج الأمور تدريجا، فالشجرة تنمو تدريجا، الأرض تنبت تدريجا، الشمس تشرق وتغرب تدريجا، فلا يصح أن يكون شيء من هذا العالم خارقا. لماذا؟ للاحتياج. ماشي، جميل أوي. ثم ماذا قال؟ آخر نقطة الشيخ تكلم فيها برضو أنه تعرض للسبب النفسي أو الباعث للقولة النظرية، أنه برضو إيمانهم بالمادة وأنهم غير مؤمنين بحياة أخرى أو بحساب أو بعث، فده كان دافع أن يكون الهدف مادي فقط، فبالتالي هم انطلقوا من المادة، فجاءت النظريات اللي هي زي ده والقول الشيخ فأكده وكده الشيخ يعني خلاص الفصل انتهى هنا، ان هو دول كان اهم ثلاث حاجات بيحتاجوا ليهم والشيخ انتقدهم، ده كان المبحث الاول. ماشي، احسن الله اليكم. انا شايف الاخ هنا عامل حاجه اسمها نقد وتقويم. لازم يحط التاتش بتاعه، يعني اللي هو انه الشيخ مصطفى صبري سلك بيقول طريق الفلاسفه في استدلاله اكثر من طريق المتكلمين، وده غير صحيح. الشيخ لم يسلك في استدلاله على وجود الله طريق الفلاسفه، ده بالعكس، ده كان الشيخ بيرد على الفلاسفه بل ويرد على بعض المتكلمين الذين مالوا لبعض اراء الفلاسفه. ويعني يمكن اخينا فهم كده لان الشيخ كان بيورد كلام الفلاسفه مثلا، فانا اشك ان هو فهم كلام الشيخ اصلا. يعني النقطه الثانيه الشيخ مذكوره هنا، هو الشيخ نفسه بينقد نفسه، يعني هو بيقول بيجد كانه بيجد للشيخ مخرج، يعني فبيقول لعله بيناقش اقوام ما لهمش اطلاع على او ما لهمش اعتقاد او ايمان بالقران والسنه، فهو محتاج ان هو يستخدم ادله عقليه. يعني كده هم دول الكلمتين اللي هو حافظهم، هو دول الكلمتين اللي هو حافظهم فبيقولهم، لكن كلامه مش صحيح. هو الشيخ لم يسلك طريق الفلاسفة ولا طريق غيرهم، الشيخ استدل على وجود الله بأدلة عقلية فطرية بعضها موجودة عند الفلاسفة، نعم، ووافقهم عليها المتكلمين، وبعضها موجود عند المتكلمين وبعضها من ابتكارات الشيخ نفسه. شيخ الإسلام مصطفى صبري يستدل هنا على وجود الله في الكتاب، استخدم وحشد كل ما يدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعرضه على موازينه هو، لأن الرجل صاحب عقل كبير. الأخ يعني ما أظنش أنه هو يعني أصاب لما قال الكلام دوت. رقم اثنين بيقول إغفاله دليل الفطرة، برضو كلمة دليل الفطرة ديت اللي دايما إخواننا دول يمسكوا فيها، والحقيقة أن الفطرة ليست دليلا، لأن الفطرة لا يستدل بها على شيء، لأن الإنسان فطرته ممكن تخليه يعبد أي شيء. لو قلنا الفطرة وحدها فلا يستدل بالفطرة، لا يستدل بالفطرة، وإنما يستدل بالعقل. يستدل بماذا؟ بالعقل. العقل يدل على أن لكل مسبب سبب، فده دليل عقلي مش دليل الفطرة. الآن إغفاله دليل الفطرة في دلالته على وجود الله رغم أنه أقواها. إحنا اللي بنقوله أن الفطرة بتعين الإنسان، يعني إحنا لا نغفل الفطرة، لكن الفطرة بتعين الإنسان، يعني الفطرة السليمة تجعل الإنسان يبحث عن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بفطرته في داخله شوق إلى معرفة الخالق، لكن الفطرة لن تحدد له طبيعة هذا الخالق، لن تحدد له صفات هذا الخالق، وبالتالي الاستدلال بالفطرة وحدها أو الاعتماد على الفطرة وحدها لا يفيد في هذه القضية.
يقول لك عالج القضية بأسلوب فلسفي منطقي ولم يستدل بنصوص القرآن إلا قليلا. هي أكلاشيهات أخوانا دولت حافظينها وبيحطوها في كل بحث. اللي هم الجامعات السعودية اللي هم السلفية ومتأثرين بيهم. هو دي كاتب الكتاب نعم. فهو بيقول لك عالج القضية بأسلوب فلسفي منطقي ومستدل بنصوص القرآن إلا قليلا. هو نصوص القرآن دي كانت بتخاطب مجانين ولا عقلاء؟ كانت بتخاطب العقلاء لا شك. فانت متخيل ان النص لا يخاطب العقلاء، وبالتالي انت بتفصل بين الأدلة المنطقية والأدلة القرآنية. نحن نقول ان الأدلة القرآنية هي نفسها الأدلة المنطقية. علماءنا ماذا فعلوا؟ اخذوا الأدلة العقلية من القرآن. يعني لما ربنا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ده دليل إيه؟ ده دليل عقلي يدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد. لما ربنا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ده دليل إيه؟ دليل عقلي. فهو الفصل بين الأدلة القرآنية والأدلة المنطقية العقلية فصل عجيب الحقيقة. يعني هو كل اللي عمله المتكلمين إنهم أخذوا دلالات القرآن والسنة وأعادوا صياغتها بحيث يستطيع غير المسلم أن يتعامل معها. يعني إحنا المسلم هنقول له لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إزاي يا عم الشيخ؟ فتقول له والله لأنه لو كان في إلهين إما أن يتفق وإما أن يختلف، والرجل هيسمعك على أرضية أنه مسلم فمش هيناقش كتير، والدليل هيقنعه من أقرب طريق. هيجي أخينا التاني المنكر، مش هنقول له خالص الآية، لكن هنقول له مضمون الآية، هنقول له دلالة الآية مباشرة. وكلامنا ساعتها مأخوذ منين؟ مأخوذ من الآية. فأدلة المتكلمين هي تعتبر توضيح لأدلة القرآن، غالبها مأخوذ من أدلة القرآن. وبعدين إيه فائدة الاستدلال بنصوص القرآن في قضية زي دي؟ يعني واحد مش مؤمن بوجود الله، هتيجي تقول له يقول الله تعالى كذا، هل ده مقبول؟ ده عبث. يعني يقول لك أنا أصلا غير مؤمن بالقرآن، فأنت كيف تستدل علي بما أنكره؟ فأنت الأخينا هنا بينتقد حاجات ليست موضع انتقاد وإنما هي ميزات في كتابات الشيخ. يقول لك امتدح علم الكلام ورفعه فوق كل العلوم. والكتاب اللي إخواننا اللي احنا شغالين في ده يا مولانا المؤلف يعني إيه بينتقد أحيانا شيخ الإسلام مصطفى صبري. فانتقاداته هذه ليست في محلها في الغالب. فبيقول امتدح علم الكلام ورفعه فوق كل العلوم وتغافل عن العلم الإلهي الشرعي. طب وعلم الكلام ده مش علم إلهي شرعي؟ لما نثبت وجود الله ونتحدث عن تنزيه الله ونتحدث عن النبوات والمعجزات وصفات الأنبياء وعن السمعيات، هو ده علم إيه؟ ده نسميه علم إيه؟ علم شرعي لا شك. يقول لك أخينا هنا وتغافل عن العلم الإلهي الشرعي المستند إلى ما في الكتاب والسنة. أي كلام يعني، يقول أي حاجة. غالى في امتداح العقل والمنطق، وسبب ذلك إرادته تمييز الإسلام عن المسيحية، وأنه رأى الملاحدة فاستضعفوا الدليل العقلي وأكبروا من الدليل الحسي، فكان هذا دفعا لمدحه أو دافعا لمدحه. غالى في امتداح العقل والمنطق، هو لأنه العقل الحقيقة هو الأرضية التي يقف عليها كل إنسان. يعني هي الأرضية اللي ممكن تتكلم من خلالها، تنطلق من خلالها مع المسيحي مع الهندوسي مع البوذي مع الملحد. فأنت هتنطلق من البني أدمين لإثبات وجود الله أو تقنعهم بالإسلام إزاي؟ على أي أرضية؟ لازم في أرضية مشتركة.
إيه الأرضية المشتركة اللي هنقف عليها جميعا؟ أرضية العقل السليم، قوانين العقل الأساسية. ف الفكرة ان الشيخ يعني في خلال 50 صفحة أو أكثر بيعرض كلها أدلة عقلية، يعني ما أقولش مثلا بعد دليل معين أو بعد نص معين إشارة مثلا إن ده من الموالاة، يعني هو أورد كلامه خلاص عنه إن هو ده من غير يعني أي نص أي دليل. هو كتر خيره قوي إن هو عمل الكتاب دوت ولخص فيه شوية عن جهود الشيخ، جزاه الله خير على كده. فاحنا نقول له إيه، انت جزاك الله خير، بس لو سمحت ما تعلقش، يعني انت ايه كويس انك جمعت الحاجة زي ما هي كده وخلي تعليقاتك لنفسك. هو انا غريب يا شيخ في الموضوع ان دائما لما بنسمع تعليقات زي التعليقات دي بنقول ان لم يطلع على علم الكلام، فما عندوش فكره ان هو اصوله قرانيه. فهو بعد اطلاعه على دراسه الشيخ مصطفى الطبي المفروض كان يبقى عنده الحد الادنى من الاطلاع عن علم الكلام وعن اصوله وعن السبب. والله المفروض حاجه والواقع حاجه، لان هم الطلاب دولت، لان ده اظن رساله علميه الكتاب ده ماجستير اعتقد او حاجه زي كده. هو هذا الطالب أشرب في هذه الجامعات احتقار علم الكلام، وحفظوه من هو صغير أنه العلماء جميعا نهوا عن علم الكلام وحذروا من دراسة علم الكلام، وحفظوه أنه علم الكلام في حتة ونصوص القرآن في حتة. طبعا هذا الكلام مش منظر في جامعات السعودية فقط، أما في الأزهر الشيخ يعرف جيدا، هو أصلا في قسم علم الكلام في جامعة الأزهر. تدرسوا من التوراة والإنجيل يا مولانا هناك؟ ما في توراة ما في إنجيل؟ تدرسوا من القرآن؟ تدرسوا منين؟ يعني أنا أريد أن أقول إنه أنتم تدرسون من أين؟ علم الكلام هذا من القرآن وليس من التوراة وليس من الإنجيل وليس من كلام اليونان. فهو الجامعات السعودية هذه بتشرب الطلاب بتاعهم هذا الكلام. أنا كنت في مرة قعدت مع واحد من أساتذة العقيدة، واحد أستاذ مع دكتوراه في العقيدة، واخد دكتوراه مش عارف من جامعة المدينة المنورة حاجة زي كده. فطبعا لما عرف إني أزهري ما سابنيش بقى، طول القعدة عن الأشاعرة ومخالفات الأشاعرة للسلف. أنا طبعا قاعد بسمع وما قدرتش أتكلم كتير، إن الراجل الله يبارك فيه كان عازمني، يعني هو اللي كان عازمني، هو اللي طلب يتعرف عليا وعزمني كده. انا بس في اخر القعده قلت له يا دكتور حضراتكم بقى اكيد يعني درستم بقى كتب الاشاعره وعشان بتردوا عليهم وكده. فقال لي انا لا ما قريتش اي حاجه خالص للاشاعره ومش عايز اقرا. قلت له طيب يعني بديهيات العلم انك عشان ترد على الناس تقرا كلامهم هم، فانتوا ازاي بتردوا على الاشاعره وانتم لم تقراوا كتابا للاشاعره؟ في كلام كتير قوي انتوا بتقولوه على الاشاعره وهو كلام غير صحيح لا يقوله الاشاعره، فمقتضى العدل والانصاف انكم تشوفوا الاشاعره انفسهم بيقولوا ايه. زي بالضبط الفكره اللي هي بيروجوها ان الاشاعره لا يثبتون لله الا 13 صفه، يعني ايه من الحاجات اللي هي بتسمع قوي عند الناس لما يسمعوها، ومن الحاجات اللي بتستغل في الدعايه، يعني ايه شوفوا الاشاعره لا يثبتون لله الا 13 صفه او 20 صفه. ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن لله 99 اسما، فهو مخالفة صريحة للسنة النبوية. فالناس بقى إيه تتحمس تلقى أيوة فعلا الأشاعرة دول أهل ضلال. ولو كان قرأ أي كتاب في العقيدة الأشاعرة هيعرف إنه الأشاعرة يثبتون لله 99 اسم وزيادة كمان، لأنه مجموع ما في القرآن والسنة حوالي 250 أو 260 اسم المذكور في الكتاب والسنة، 250 أو 260 اسم وصفة لله سبحانه وتعالى. لكن الأشاعرة لا ينصون عليها باعتبار أنها من تجليات القدرة والإرادة، وأن هذه ال 13 أو ال 20 هي التي ثبتت عقلا. شوفوا لما تعرف إذا عرف السبب بطل العجب. فهو لو بس وصلت المعلومة الصغيرة دي ما كانش أبدا عمل الدعاية والإعلام اللي هم بيعملوها دول. طيب جزاكم الله خيرا يا استاذ هديش. بعد كده في مين معانا؟ نورهان حضرتك كاتوليه مكانها.
ماشي. قضية إنكار النبوة المفروض الباب التاني ده بيتكلم عن قضايا الوقف الشيخ من قضايا الفكر الوافد، فهو من قضايا ثلاث مراحل اللي هو مرحلة الوجود الرجمة دي والمرحلة التانية قضية إنكار. بس قضية مرحلة الوجود ده هدير ما تكلمش عن قضية وحدة الوجود؟ لا عجيب، مع انه اتكلم عن دوت الشيخ في كتاب موقف العقل. نعم. اخينا ده ما جابش سيرتها خالص. ما جاش خالص. ويبدو انه ما فهمش القضية فاستبعدها. لا هو ممكن كده بعض الطلاب بيعملوا كده. الموضوع كبير وقضية هتاخد منه مجهود عشان يفهمها وبعدين عشان يرد عليها ويلخصها وبتاع. فخلاص يستبعدها من البحث. لكن ده دور المشرف بقى، كان فضل المشرف بتاعه لو هو مطلع على الموضوع كويس يقول له انت ليه ما جبتش القضية دي. طيب قضية إنكار النبوة، قضية إنكار النبوة هو يعني بدأ المبحث ده انه يعرف عن ايه النبي ولغة وصريحة وكده، وبعدين خدم الجزء ده بانه قال ان مسألة النبوة من ابرز القضايا العقدية الكويسية التي تعرضت للإنكار والتأمين من قبل أصحاب الفلسفة الوضعية في الغرب المتمسكين بعلم المادي الحديث الذي لا يؤمن بغير المحسوس. فبدأ يتكلم عن موقف المدرسة العقلية الحديثة من النبوة. إيه بقى المدرسة العقلية الحديثة دي؟ إن الاتجاه ده بدأ يظهر في الشرق الإسلامي في آخر القرن الماضي نتيجة تأثر المفكرين والكتاب بالغرب وبالحضارة الغربية. فبدأوا يرفضوا عقائد الإسلام الغيبية أو إما يرفضوها إما يحاولوا يعولوها يعني. فبدأت تظهر مدرسة فكرية حديثة يعني عناصرها وأهدافها متحدة يعني قدما يعني قال عليها إنها مدرسة عقلية حديثة. وكان من أبرز رجال المدرسة دي اللي هو الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، محمد رشيد رضا، الشيخ المراغي، محمود شلتوت، محمد فريد وجدي، الدكتور زكي مبارك، الدكتور محمد حسين هيكل وغيرهم. المراغي محمد ولا أحمد؟ في اثنين مراغي. اللي هو كان شيخ الأزهر. في الأزهر؟ لا، في محمد المراغي ده كان شيخ الازهر وفي احمد المراغي ده صاحب تفسير المراغي. لا بعتقد ان طبعا هو الشيخ الازهر. شيخ الازهر وصاحب تفسير المراغي برضه على فكره من نفس المدرسه، بس ما كانش مشهور زي الشيخ محمد لان الشيخ محمد تولى المشايخ. المدرسه العقليه الحديثه هما اللي يعني هو بيقول هو الكاتب نفسه قال ان هو ما اطلقش عليهم كده، هما يعني اطلق عليهم كده بس ان هو كان بيطلق عليهم كده في العصر ده يعني. وفي هامش كده كلام شويه عن نشاه المدرسه دي. دي المدرسه دي نشات وقال ان كان الاستعمار يعني هو بداوا ابان الاستعمار البريطاني المصري يعني الاستعمار لها ان القوى العسكريه مش كفايه تقدر يسيطر على الناس الفتره دي. فكان الخطر بسنه ثاني الازهر لانها ازاي الازهر بيسيطر جامد على الناس والشيوخ بتوعهم وكده. فبدأ ان هو يحاول ايه الشيوخ نفسهم ان هو يغير الفكر بتاعهم وان هم يدخلوا الفكر ده. فكان بقى ايه فبدأ بقى الشيخ محمد عبده ياخد بريفليجز كتيرة اللي هو يعني صلاحيات كتيرة ان هو يبقى يوصل للتلميع الاعلامي ده من الشيخ محمد المواغي بقى الشيخ الازهر ومحمد فريد بلاجي بقى رئيس تحرير مجالات الازهر. فبدأ الاتجاه ده يظهر ان هو وانشأوا كلية دار العلوم في هذه الفترة وانشأوا كلية وانشأوا كمان كلية اسمها دار القضاء الشرعي او دار كلية كده بتخرج القضاء بحيث يعني يكونون بديل عن مشايخ الازهر. وفي الفترة دي كان اللي بيتخرج من هذه الكليات الجديدة كان هو اللي بيعين في الحكومة. والتعيين في الحكومة في هذه الفترة كان حاجة امل كبير لناس كتير لان الرواتب كانت عالية جدا في هذه الفترة. فكان خريجي هذه المدارس الحديثة يؤخذون ليوظفوا في الدولة ويملؤون دواليب الدولة المختلفة وتفتح لهم المنابر الإعلامية المختلفة. وطلبة الأزهر خلاص خليهم في الجامع ويظلوا كده هوت. ممكن الواحد يبقى إمام مسجد مثلا لما يرجع قرية الله أعلم هيلاقي شغل أصلا ولا مش هيلاقي فكده. فاتجه الناس اتجهوا كلهم ليه ان هم يروحوا بقى كلية الألسن اللي انشأها بعد كده رفعت طهطاوي وكلية دار العلوم اللي نشأت في البداية انشأها الشيخ محمد عبده. وكان في كمان الكلية الثالثة اللي انا عايز افتكر اسمها ونسيتها دلوقتي، هي حاجة فيها قضاء او فيها حاجة كده كانت بتخرج القضاء وبدل القضاء اللي كانوا بتخرجوا قضاة المذاهب الاربعة
كانوا بيخرجوهم بحيث يمشوا مع النظام الحديث في القضاء، فعطوهم ميزات. ماشي. اهم مبادئ المدرسه دي يعني هو الكاتب هنا قال في ثلاث نقاط، اللي هو ان هم يحاولوا بقدر الامكان يفسروا الاسلام تفسير عقلاني، ان هم يفسروا الوحي والنبوات والمعجزات والغيب كله تفسير عقلاني حسي. والنقطه الثالثه التجديد في احكام الدين، ان هم يطوروا الاسلام في كل النواحي بما يتناسب مع ظروف العصر. دي كانت اهم النقاط اللي هم مبادئ لهم يعني. لكن طبعا كان لهم بقى اراء وشطحات كثيره، لان هم شايفين اجمالا كده ان الايمان بالنبوه وفقا للاسلوب المعتاد الذي ثبت بالكتاب والسنه لا يكفي لاثباتها اثباتا علميا، بل لابد من اخضاعها للاستدلال العلمي واصول البحث العلمي. فبداوا يفسروا بقى النبوه تفسير بعيد عن الوحي. طبعا اصول البحث العلمي دي يعني البحث الحسي التجريبي. طب كلمه العلم مرادفه ليه؟ التجربه. والعلم اوسع من هذا طبعا. فبتفسروا ان هو تفسير مادي بعيد عن حقيقه الوحي، لان بالنسبه لهم الوحي ده خارج عن حدود الامكانات والمعارف البشريه وبيجردها من كل ما يخالف سنه الكون. فهم بداوا يصوروا ان هو على انها مفسده انسانيه عاليه ممكن اي حد يعني ينالها بالتقوى ومجاهده النفس والاجتهاد في الطاعه والانقطاع للعباده والبعد عن شهوات النفس ونزواتها، وليس لها اي علاقه بالغيب والعالم الاخروي. ولهذا ان عندهم النبوه رديف لكلمه مصلح. بدأوا بقى يدرسوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ونبوته ورسالته وكل ما جاء به دراسة مفصلة. وأهم ما تميزت به الدراسات أنها تناولت حياته بكل جوانبها قبل النبوة وبعد النبوة. يعني هما كانوا بيستدلوا إن هما بيفوتوا النبوة بالذات عشان إحنا إزاي بنؤمن بال 40 سنة اللي قبل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا لما نقول إن الرسول بس النبوة دي عشان هو نبي، يبقى كأننا بنؤمن ال 40 سنة حياته اللي قبل النبوة يعني. فبدأوا ان هم يتجهوا اكثر ان هم يصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو انسان عبقري فذ مصلح اجتماعي عظيم فائق سياسي محنك مرشد روحي ملهم الى غير ذلك من الصفات التي تبعده عن المعاني الايمانيه الربانيه من وحي ونبوه ورساله وهدايه، وتحصل وظيفتها في جانب ضيق من جانب الحياه الماديه. واكثر حاجه ركزوا عليها ان هم شخصيه العبقريه، فان الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب العبقريه فأي حاجة تصدر عنه بيعزوها لجانب العبقرية، حتى موضوع الوحي ده وكده إن هو بجد لعبقرياته يعني ملوش أي علاقة بالغيب يعني. العبقرية بالنسبة لهم صفة إنسانية بيقرها العلم وبيحترمها وبيقدسها ويمكن للمسلمين أن يثبتوها إثباتا علميا. فهما في المدرسة دي بقى تلف حوالين الجزء ده سواء كان بالتصريح أو بالتلميح. وبعدين الكاتب هنا بدأ يجيب الشيخ مصطفى صبري بدأ يستدل بأقوالهم بكذا حد يعني. فكان منهم الشيخ محمد عبده اللي قال إن الشيخ محمد عبده عرف النبي ورسول تعريف خالي من خصائص النبوة والوحي والمعجزة، وقال منصه أقول قد يعرف النبي بإنسان فطر على الحق علما وعملا بحيث لا يعمل إلا حقا ولا يعمل إلا حقا على مقتضى الحكمة، وذلك يكون بالفطرة يعني مش محتاج إلا فكر ونظر ولكن تعليم إلهي. في برضه محمد فريد وجدي عمل رساله اسمها السيره المحمديه تحت ضوء العلم والفلسفه. ألزم نفسه فيها بعرض سيره النبي على منهج الحس التجريبي المسمى بالدستور العلمي، ونزع فيها الى تشبيه نبوته بما يشبه الزعامه التي يكون اعجازها في متى ما تبلغه من الكمال لا في مخالفتها لسنن الطبيعه. وبرضه محمد رشيد رضا كان مركز اكثر في شريعه موسى وعيسى. محمد رشيد رضا لما تعرض لقصه سيدنا موسى فتعرض ان هو كان انسان عبقري برضه، ان هو تربى في قصر فرعون وعلى الحكمه وتعلم كويس، وبعدين راح قعد 10 سنين في مدين عند كاهن. فكل دوت ادى ان هو يطلع بالحاجات بتاعت النبوه دي، مش هو ولكن اثار علمه وتربيته يعني. زكي مبارك برضه في كتابه النواحي الانسانيه في الرسول أقر إن النبوة مكتسبة، يعني أنتوا لما بندي النبوة قوي كده لشخص رسول تمام كأننا بنرفعه لما هل قال جاب نصوص معينة ولا ده كله تأويلات؟ لا، هو نص من الشيخ محمد عبده أو اللي أنا قلته، ونص من محمد فريد وجدي قال يقول ما نصه: ربما يخيل لمن اطلع على شرطنا إرادة السيرة النبوية على أصول الدستور العلمي أن جانب الإعجاز فيها سيكابد نقصا عظيما إن لم يغفل إغفالا تاما، وإغفال هذا الجانب منها يجعلها أمرا طبيعيا.
فتفقد النبوة تبقاتها المميزة وتصبح سيرة النبي كسيرة أحد عظماء الرجال. طيب. وليكن من الممكن إثبات أنه أعظمهم فتكون النتيجة سلبية من ناحية الدينية. هو بيقول ممكن نفس الفكرة كده نقول لا. نقول لا بالظبط. فإننا إن سرنا على شرط العلم في إثبات الحوادث وعزلية العلية القليلة فإنه سيتألف من جملتها أمر جلل. يقف العلم نفسه أمامه حائرا لا يستطيع تعليل صدوره من فرد واحد. وسيكون مضطرا إلى أن يعترف بأن محمد كان عبقريا من طراز خاص فاق العباقرة. طيب. هل كان بالنص ولا؟ وهذا كسب عظيم للقائلين بنبوته. يعني هو كأنه غرض من هذا الكتاب أن يقر الناس وإن لم يقروا بنبوته محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولوا إنه عبقري من عظام العباقرة. طيب وبعدين؟ لكن ده مش معناه إن الشيخ يؤمن بأن سيدنا محمد عبقري وليس نبيا برضه. طيب وهذا كسب عظيم للقائلين بنبوته أن العبقرية في العلم لا تعني ما تعنيه في عرف العامة. هي في العلم ما يلقى في راعي العبقري من علم او عمل من دون جند منه فيجيد فذا لا سبيق له تتخذ مثال من غيره ولا يمكن تقيله. فالعبقرية بهذا المعنى العلمي تقرب معنى تقرب معنى النبوة الى العقل وتسوغها في العلم. برضو كان يعني برضو من الحاجات اللي استدل بها الشيخ كلامنا زكي مبارك. زكي مبارك قال ان النواحي الانسانية للرسول ان النبوة مكتسبة تنال بالجهاد لان اثبات نبوته صلى الله عليه وسلم يرتفع به من البشرية. ما عنديش نص انا جمال مبارك ده زكي مبارك. زكي مبارك ما كتبتهوش؟ لا معايا مش كتبت. انا كتبت الخط دي صح. لان انا لقيته ان هو يعني اقرب فعلا هو دايما اقرب. فانا كتبت ده يعني من كتاب من كتاب الروح. ماذا قال زكي مبارك؟ يعني هو الرسالة او المقال اللي عملها اسمها النواحي الانسانية في الرسول. زكي مبارك النواحي الانسانية في الرسول. هو هي المهمة يعني انه قال ان هو مكتسب. طب ممكن تقول النص بتاعه بعد اذنك؟ هو انا كده يعني ايه اختصار يعني ان نبوه مكتسبه تنال بالجهاد لان اثبات نبوته صلى الله عليه وسلم يرتفع به من البشريه الى الالوهيه. ده كلام اللي هو الكاتب يعني هو بيجي من كلام زكي مبارك. لكن ده كلام زكي مبارك نفسه هو ما جابهوش؟ اعتقد لا. لا احنا محتاجين نقرا كلام زكي مبارك نفسه. عشان ما نتهمش الراجل بحاجه ممكن يكون اخينا ده فهمها غلط. هو موجود في الكتاب؟ انا مش فاكر فرق. ما جابش النص؟ اعتقد لا كتب بس المجمل يعني. امال انت جايباه منين؟ جايباه من ال ما هو من الكتاب. هو المجمل ان ذاتي مبارك في كتاب النواحي الانسانيه في الرسول ان هو بيقول ان هو مكتسبه تنال بالجهاد لان انا لما اثبت نبوته صلى الله عليه وسلم بالطريقه دي اللي احنا بنا يبقى احنا كده بنرفعه لمجال الالوهيه. ذاتي مبارك 383 كده ده نشر مقالة نواحي الإنسانية عن في الرسول صلى الله عليه وسلم. دي كانت مقالة في مجلة الرسالة. ادعى فيها النبوة صفة مكتسبة تنال بالجهاد في سبيل المعاني الإنسانية السامية وأصر فيها إصرارا عجيبا عن أن هناك تنافيا بين نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنسانيته. ينبئ عن اعتقاده بأن إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم يرتفع به من صفة البشرية إلى صفة الألوهية ولذا فهو يمجد إنسانيته وعبقريته على حساب إغفال نبوته. طيب فين المقالة نفسها؟ ويقول كان محمد إنسانا بشهادة القرآن والقرآن كتاب سماوي نص على محمد الإنسان وبنو آدم يؤذيهم أن يتلقوا الحكمة عن رجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وفي غمرة هذه الظلام نسيت النواحي الإنسانية في حياة الرسول. يعني هل هو أنكر النبوة؟ هو ده من النقد بقى اللي قاله الكاتب على الشيخ ان هو بالغ في ان هو حمل الكلام هم ما قالوهوش. حمل الكلام اكثر مما احتمل وده احنا لاحظناه اكثر من مره الحقيقه. يعني انت يا مولانا لما تيجي تقرا الشيخ مصطفى صبري كتابه وحدك اذا اتيت بعباره من ينتقده الشيخ وحاولت ان تفهمها ستجد ان الشيخ يلزمه بالزامات لم يقل بها فيحمل عبارته أكثر مما تحتمل ثم يبني على هذا أن يتهم صاحبه بأمور عظيمة. لكن إحنا التمسنا العذر للشيخ أكثر من مرة وقلنا يعني الشيخ بينفخ في الزبادي زي من أخر. طيب ماشي. وكان برضو من الحملات اللي تدلل العقاد وكتاب عبقرية محمد يعني العقاد في كتاب عبقرية محمد يعني عن الرسول كان عبقري. ما هو الرسول لا شك أنه عبقري يعني لا شك
أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان عبقريا وكان حاكما بارعا وكان مقاتلا شجاعا وكان أبا رحيما وكان صديقا وفيا وكان كل هذا، لكن حصر شخصيته في هذا فقط مع إنكار النبوة هي دي المشكلة. لكن لو قلنا إن كل هذه الصفات السامية فرع من نبوته فلا إشكال. لو قلنا إننا نريد أن نبرز للناس الجوانب الإنسانية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول كأب، أو الرسول كزوج، أو الرسول كحاكم دولة، دون أن ننكر نبوته، لا ما في ما يعني لا أعتقد أن ذاتي مانع. والشيخ فاضل على بالضبط يعني هو جاي إن هو يفهم لوجه اليوم جاية يعني. خذ كمين كمين هو أخينا صاحب الدراسة قال كده، ولا الشيخ نفسه الشيخ مصطفى؟ الشيخ نفسه هو جايب ردود الشيخ على يعني هو مجمل في الآخر اتهاماتهم دي في موضوع إنكار النبوة ده، واحد اثنين ثلاثة أربعة، والشيخ رد في واحد اثنين ثلاثة أربعة عليه. ماشي اتفضلي كمان. بعد كده يبقى دي أول جزئية اللي هي قلناها دلوقتي اللي هي إيه؟ 2020 اللي هي موقف المدرسة العقلية الحديثة من النبوة. طيب موقف الشيخ ده من إنكار النبوة، يعني كده قلنا المدرسة العقلية ونظرتها للنبوة إيه؟ طب هو منهجه بقى في الرد عليهم بينحصر في ثلاث نقاط. اول حاجه هي اثبات وجود الانبياء. رقم اثنين ايضاح موقف الفلاسفه. طبعا فكره اثبات وجود الانبياء دي فكره غريبه، لانه برضو الغرب الحديث استخدم مع وجود الله سبحانه وتعالى نفس المنهج الفكري، فهو عندهم الامور لا تثبت الا اذا ثبتت بالتجربه والحس. فإذا التجربة والحس لم يقولوا بوجود الله، لم يثبتوا وجود الله، لم نصل إلى وجود الله بالحس والتجربة، يبقى إذن الله غير موجود. نفس الكلام إذا التجربة والحس لم يقولوا إنه كان في يوم من الأيام نبي اسمه سليمان مثلا، خلاص يبقى إذن سليمان غير موجود. فهم كانوا بيستخدموا بقى عشان يثبتوا الأنبياء أسلوب ماذا؟ أسلوب الأحافير، وأسلوب البحث في الآثار، وأسلوب التنقيب في القرى القديمة. فإذا ثبت عندهم شيء أثبتوه، وده منهج عجيب الحقيقة، لأن الإنسان مهما بحث في الأحافير والآثار لن يصل إلى كل شيء. فهو الفكرة اللي هم أو الخطأ المنهجي اللي بيقع فيه أنهم بيعتبروا أن عدم الوجدان دليل على عدم الوجود، وفرق بين عدم الوجدان وعدم الوجود. عشان كده قالوا عدم العلم ليس علما بالعدم. مفهوم هذه القاعدة دكتور؟ مفهوم هذه القاعدة؟ مفهومة طبعا يا شيخ، انت عالم كبير، يلا اشرح بقى. طيب ما الفرق بين عدم الوجدان وعدم الوجود؟ الوجدان يعني إحساسيات وجدان. لا الوجدان عدم الوجدان يعني عدم الثبوت الخارجي، عدم وجود الشيء في الخارج. يعني أنا الآن قلت لك ابحث في هذا الصندوق عن جوهرة، خلاص أنت لم تجد. هل تستطيع أن تقول إنه لا وجود للجوهرة؟ ولا تقول أنا لم أجد الجوهر؟ نعم. وهي ربما تكون موجودة في مكان آخر. نعم. أليس كذلك؟ نعم. فأنت الآن إذا أتيت وقلت لي لا يوجد جوهرة فأنت الآن مخطئ. نعم. الغربيون يفعلون ذلك. نعم. يقولون لا وجود لله، لا يقول نحن لم نجد. لا وجود للأنبياء، لا يقول نحن لم نجد. فلذلك نحن نقول لهم هذه قاعدة، عدم الوجدان يعني عدم إيجادك أنت لشيء لا يعني أنه غير موجود بالفعل، ربما موجود ووجده غيرك. فهذا معنى عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ماشي تفضل يا دكتورة. أولا منهج الشيخ في الرد عليهم هو رقم واحد إثبات وجود الأنبياء، رقم اثنين إيضاح موقف الفلاسفة الغربيين من النبوة، رقم ثلاثة تحليل عقليات منكري النبوة والرد عليه. طبعا هو الكاتب يعني هو بيحاول يشوف منهج الشيخ، يعني هو الشيخ مش واضح قوي كده ثلاث نقاط دول، لكن مش واخد
يعني هو حاول ان هو يلخص موقف الشيخ منهم في الثلاث نقاط دول. فاول حاجه اثبات وجود الانبياء، ان هو نبه الشيخ بلاعه ان اثبات وجود رسل الله يتوقف على اثبات وجود الله. انا في الاول لازم اثبت وجود الله عشان بالتالي ان انا اثبت وجود الانبياء. فقام ثلاث ادله على اثبات وجود الانبياء. الدليل الاول ان هو اثبت استدل من ثبوت وجود الله، خلاص انا عرفت ان الله خالق الانسان وميزه بالعقل والاراده على ضروره وجود الانبياء، وميزه بالعقل والاراده. ايوه ربنا عايز مني ايه؟ هو يعني ربنا خلقني، فبالتالي ان هو لن يخلقه ويتركه سدى، فبالتالي عايز منه حاجات. العقل لا يستطيع تعيين هذه الواجبات بالضبط والتفصيل. لا عقل احد يفكر في نفسه، ولا عقول العلماء والحكماء الذين تختلف ارائهم ومذاهبهم في تعيين الحق والباطل والخير والشر، فلا يدري ايها يوافق مرضات الله. ولو استقر القرار ان يعمل كل انسان بما يؤدي ذكره واجتهاده لادى الى فوضى. ففي وسط هذه الحيره والتردد يحس الانسان بالحاجه الى رسول من عند ربه يسدد خطاه ويبلغه اوامره ونهيه، كمندوب رسمي، وحتى بالتجميل يكون كمندوب رسمي من جانب الملك يحمل مرسوم. فالمندوب هو الرسول، والمرسوم هو المشابه المرسوم ده اللي هو المعجزه، هو المرسوم المعجزه والكتاب كدليل ان ده نبي. والكتاب ما هو يعني ما هوش كده، هو شبه المرسوم ان هو ده المعجزه عشان تثبت الناس ان هو ده نبي. هو الكتاب بقى اللي فيه الاوامر والنواهي اللي هو ربنا عايز مني. هو المفروض المرسوم الكتاب والمعجزه هي الختم، يعني هو بقى لو عايزين يعني يبقى في دقه في التشبيه شويه. فدي الدليل الاول اللي اتبنى بيه ان هو ان الله خلق الانسان اللي يدركه سدى، والانسان لوحده مش هيقدر يعرف ايه الحاجات المطلوبه منه من الله عز وجل، فوجب وجود الرسل. والانسان لوحده مش هيعرف الله سبحانه وتعالى بالصوره اللائقه بالله، ان هو غايه العقل اذا لم يكن هناك رسول ان يثبت ان هذا الكون له خالق. لاقصى ما يمكن يصل اليه العقل، وان هذا الخالق واحد بل لاقصى ما يمكن يصل اليه العقل. طيب بعد ذلك، هل هذا الخالق قادر او عاجز؟ هل هذا الخالق نافع او ضار؟ هل هذا الخالق خلقني وتركني ام انه ما زال متحكما متصرفا في شؤوني الى اخره؟ كل هذه الاسئله لم يجيب عليها العقل بمفرده. ماذا يريد مني هذا الخالق؟ لماذا خلقني؟ هل هناك حياه بعد الموت او ليس هناك حياه بعد الموت؟ كل هذه امور لن يجيب عليها العقل بمفرده. فالعقل ليس سقفه أعلى ما يصل إليه أن يقول هذا الكون له خالق وأنه واحد. طيب ما بقية الصفات؟ ما الذي يجب؟ ما الذي يجوز؟ ما الذي يستحيل؟ النبوات، ما الذي يجب؟ ما الذي يجوز؟ ما الذي يستحيل؟ السمعيات، حياة بعد الموت، في جنة، في نار، لا يستطيع العقل أن يثبت شيئا من ذلك بمفرده. لازم يجيله النبي يخبره عن صفات الله سبحانه وتعالى وعما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل، ويخبره أيضا عن السمعيات التي لا يصل إليها بمفرده. طيب فهو وجود الرسل وإن كان لا يجب على الله، لكن وجودهم مهم لأنه بيعرف الإنسان على الله ابتداء، ثم ماذا يريد مني الله بعد ذلك. دليل ثاني أنه استنبط من لزوم النشأة الثانية ومجيء يوم الدين دليل على ضرورة وجود رسل الله، يعني كيف أن ربنا يعمل لنا يوم الآخر وفي حساب وعقاب من غير ما يعرفني، كان إرسال الرسل إليهم كان ضروري، وإن لم يكن ضروريا ضرورة وجود الله لوجود العالم. فهو فإذا كان الله موجود وجعل الإنسان حياة أخرى يحاسب فيها على أعماله في الحياة الأولى، كان إرسال الرسل إليهم كان ضروري إن هم يعرفون يعني إيه الحاجات المفروض يعملوا الصح والغلط. أنا أعتقد ده شبه الأولاني. كالضروري ديت مين اللي قالها؟ الباحث ولا الشيخ مصطفى؟ أعتقد الباحث إن هو بيبني الكلام اللي قاله الشيخ يعني. طبعا يتهد عقدية شوية هو الله كالضروري يعني. هو كالضروري عادة، لكن مش هنقول كالضروري عقلا. إنه الله لا يجب عليه أن يرسل الرسل. إرسال الرسل جائز من الجائزات على الله سبحانه وتعالى، وإرسال الرسل تفضل وليس على سبيل الوجوب. نعم. الثالث بقى أنه يتدل على وجود الأنبياء بوجود المعجزات الظاهرة والخارقة لسنة الكون التي أجرى الله على أيديهم. فدول الثلاث حاجات اللي يتدل بهم على وجود النبوة. المبدأ الثاني بقى أو منهج الشيخ في الرد عليهم هو إيضاح موقف الفلاسفة الغربيين. هم اصلا المدرسه العقليه دي ليه تنكر النبوه؟ عشان عايزين يمشوا زي مبدا زي فلاسفه الغربيين ازاي بيفلسفوا الاحداث.
هو ركز على الفلاسفه الغربيين يعني هم ليه فانكروا النبوه. فهو الفلاسفه قال ان هم اهتم الفلاسفه بمبحث الالوهيه والبعث بعد الموت، يعني دول اكثر مبحثين اهتم بيهم الفلاسفه الغربيين واهملوا مساله مبحث النبوه. نعم. طب اهملوها ليه؟ لان هم عندهم مفيش نبوه المسيحيتهم المحرفه ان هم بيرفعوا المسيح في درجه الاله، فبالتالي درجه النبوه مش موجوده عندهم اصلا يعني. فإلى مسيحيات المحرفة التي هي دينهم الرسمي، ذلك أن النبوة في هذا الدين قد أخرجت عن ماهيتها الأصلية ولبست بالألوهية. فنبوة المسيح عليه السلام عندهم هي نوع من الألوهية التي لا يقبلها العلم ويرفضها العقل، فإما أن يتخلى الإنسان عن عقله أو عن الاعتراف بهذه النبوة. ومن هذا المنطلق بقى إن وعلى فكرة دي من اللفتات الجميلة جدا للشيخ مصطفى صبري، عنده لفتات رائعة جدا. يعني السر في ان الغربيين لم يبحثوا في مساله النبوه، فهمهم للدين اصلا. نعم. الدين عندهم الوهيات وغيبيات فقط. ليه؟ هم لم يعرفوا الدين الا بواسطه المسيحيه، والمسيحيه عندهم المسيح ليس نبيا وانما هو اله، فلا يوجد مبحث النبوات عندهم. هم الفلاسفه تقريبا عندهم ان هم الفلاسفه إذا أولنا النبوة، يعني هم إذا كلمتيهم عن النبوة بيأولوها ويقول لك النبوة بالمعنى أنت عدارة، هم المصلحين هم العباقرة لأنه لا يقر بوجودها. هو إنكار للنبوة أو هذا التأويل للنبوة يقول به إلى إنكارها، كأنه لا يقر بوجود النبوة فبيأولها بهذا الشكل. والمتأثرين بالغربيين أخذوا منهم هذا التأويل، يعني هم أول النبوة إلى عبقرية أو إلى إصلاح، وبعد لأن هم عندهمش في دينهم معرفة بالنبوات أصلا. ثم لما هيمنت الثقافة الغربية، المتأثرين بالثقافة الغربية نقلوا هذه الفكرة إلى ديارنا، فصارت النبوة هي العبقرية، هي الإصلاح، هي النجاح في الحياة، هي أنك تكون شخص ملهم لغيرك، وليست هذه هي النبوة التي نؤمن بها. الشيخ بقى مصطفى صبري بيشوف برضه ان السبب ده مسيحيه المحرفه ان هو لا ما يفسرش موقفهم في وغير معذورين في ايمان النبوه، كان المفروض يبحثوا اكتر ويتاملوا في مساله النبوه، وخاصه ان سيدنا عيسى مش هو النبي الوحيد، ان كان في نبوه قبل نبوه سيدنا عيسى، كان في انبياء قبل سيدنا عيسى سيدنا موسى وغيرهم، فكان المفروض يدوا لمرحله النبوه اهتمام اكتر. وما فوتش بقى الشيخ الفرصه دي ان هو ركز شويه على الغرب على سبب تأخر الغرب في الدين مع تقدمه في أمور الدنيا. يقول الغرب قطع مراحل كبيرة في الرقي حتى أصبح مغبوط الشرق في التقدم والتمدن، لكن مدنيتهم وعلوم واكتشافاتهم في العلم دنيوية محضة تهدف إلى اكتساب الدنيا والتنعم بمنافعها وملاذها تاركين وراءهم الدين والآخرة، ولهذا لم ينفعهم بقيهم في التنبه والتقرب إلى الدين. هو بقى قسم الناس في الغرب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هم العقلاء اللادينيون. العقلاء اللادينيون دول تخلوا عن الدين بالمرة لعدم اتفاق دينهم مع العقل المقيد بالعلم المحسوس. النوع الثاني اللي هم المتدينين العوام. المتدينين العوام دول أخلدوا إلى دين محرف لا صلة له بالعقل كما لا صلة له بأصله الذي بلغه سيدنا المسيح. والنوع الثالث العقلاء متدينون المدركون لعدم اتفاق النصرانية مع العقل فيعتذرون عن هذا بادعاء كون الدين فوق العقل، حتى أن ديكارت أعظم فلاسفة في الغرب قد صدق هذه الدعوة ولم يدرك أن هذا الادعاء يضر العقل والدين معا ولا ينفع الدين. يعني هو عايز الثلاث أنواع محرف، يعني ما ينفعش إن إحنا نستدل بيهم أصلا ونطبقهم على ديننا يعني. يبقى ده المنهج الثاني في إن هو بدأ يبحث في الفلسفة الغربية اللي بيتخذ منها أصحاب المدرسة العقلية الحديثة. النوع الثالث بقى أو المنهج الثالث اللي بيتخذه الشيخ إنه بدأ يحلل عقلياتهم بقى، يعني هم بتوع المدرسة العقلية الحديثة ان هو يحلل عقليات منكر النبوه والرد على دعاويهم. فهو بيقول هنا الكاتب يعني لم يشغل الشيخ مصطفى صبري نفسه بمناقشه منكر النبوه من الملاحده الماديين، ولكنه ركز على مناقشه اصحاب المدرسه العقليه الحديثه المغرمين بذلك العلم وعلى تتبع اقوالهم وتحليل عقلياتهم تحليلا دقيقا يكشف به عن منشا خطئهم في تاويل النبوه بالعبقريه الفذه. واجمل المقاصد الاساسيه بتاعتهم، يعني اصحاب المدرسه العقليه دول مقاصدهم ايه؟ رقم واحد ان هم يسعون في كتاباتهم ان هم يقيموا مقام نبوه محمد عليه الصلاه والسلام عبقريه، اللي هم يدعونها موضع عنايتهم ويكتبون عنها بدلا من نبوته، مركزين اكثر في جانب عبقريته اكثر من جانب نبوته.
رقم اثنين حرص على إثبات صحة أنهم ينكرون حرص على إثبات صحة أنهم ينكرون حقيقة النبوة وإن ظهروا أمام الناس لنظر المعترف به. يعني هو الشيخ مصطفى صبري كان مصمم أن هم يحاسبهم على ما في نفوسهم وإن كانوا مش مظهرين ده ما اعترفوش بده صراحة يعني ويجيب من أقاولهم ما يدل على أنهم كانوا ينكرون النبوات لكنهم لا يظهرون هذا. فهو اللي هو بقى الشيخ بيقول إيه لنا يعني بيرد على ده إيه إن أول حاجة علامة إنكارهم النبوة تكمن في إنكارهم المعجزات. فلو كان تنكر المعجزة بتاعت النبي يبقى يعني بالتدقة أنك تنكر النبوة. فتجريد الأنبياء من المعجزات منشأه عدم الاعتراف بالأنبياء إذ لو كانوا يؤمنون بنبوتهم لما أنكروا معجزاتهم التي تتعدى حدود نظام الطبيعة والتي هي طوابع رسالته من الله المسيطر على الطبيعة ونظامها. النقطة الثانية إنهم لا يكسبون عن عبقريته كضميمة إلى منصب نبوته. يعني مش بيضيفوا العبقرية إلى النبوة بل بيتكلموا عنها أنها مستقلة عنها أو كبديل عنها ومغنية عن المعجزة التي تلزم النبوة. وربما يقارنون بين النبوة والعبقرية مدعين للعبقرية الإعجاز اللازم للنبوة. فهنا الشيخ إيه شايف إن في تلازم قوي بين المعجزة والنبوة إلى حد أن من ينكر المعجزات فإنه يلزمه إنكار النبوة وذلك لسببين: كون المعجزة علامة النبوة فمن ينكرها لابد أن ينكر النبوة. والسبب الثاني إن سبب إنكار المعجزة هو كونها من الأمور الغيبية المخالفة لسند الكون والنبوة الحقيقية كالمعجزة تماما. يعني دي ما تفهمتهاش قوي يعني بس هو المهم إن هو في تلازم إن الشيخ عنده تلازم بين المعجزة والنبوة وبالتالي لا ينكر المعجزة يبقى أنكر النبوة وهم أنكروا المعجزات وبالتالي أنكروا ودي واضحة. في اللي مش واضح لا النقطة الثانية بس اللي هي كون المعجزة علامة النبوة فمن ينكرها لا سوري ثاني أن سبب إنكار المعجزة هو كونها من الأمور الغيبية المخالفة لسند الكون. وإخواننا دولت لا يؤمنون إلا بالمحسوس طيب ده سبب إنكارهم المعجزة. طيب إيه طيب يبقى كده ذكرنا يعني رقم واحد إن هم يعني مركزين في عقائد الرسول. رقم اثنين إن الشيخ حارس على إثبات إن هم ينكروا إن هو إن ظهروا أمام الناس بمظهر المعترف بها. رقم ثلاثة طيب هما ليه نبدأ على أن منشأ سعيهم لجعل النبوة مكتسبة ليه هم عايزين يثبتوا أن النبوة مكتسبة هو عدم إيمانهم بالنبوة الحقيقية واستكثار تلك المرتبة للبشر إن زي يبقى بشر يعني يوصل لهذه المرتبة وهم عايزين يعني إيه إن هم شايفين إن عقيدة النبوة الحقيقية دي عقيدة وثنية إن أنا كده برفع البشر ده لمرتبة الألوهية. في تلازم الاحترام حاجة والتقديس حاجة تانية. يعني أنا عندما أؤمن بنبوة إبراهيم عليه السلام أنا لا أعبد إبراهيم. فالمؤمنين بالنبوات بيفرقوا جدا بين مرتبة الألوهية التي لا مرتبة فوقها ومرتبة النبوة التي هي عبودية لله لكن هذا العبد ميزه الله بميزة أنه اصطفاه لتبليغ رسالته للناس. فمن أين يأتي الخلط إذن؟ يعني حتى لو سألنا أي مسلم أو أي إنسان مؤمن بنبوة أي نبي هل تعبده إذا كان يعني على نبوة صحيحة يقول لا أعبد النبي وإنما النبي مبلغ. فما أظنش إن ده سبب مقنع يعني الحقيقة. المشكلة ممكن عندهم إن هو اعتبروا النبوة نتيجة لأن الشخص عبقري فأصبحنا مش لأنه محض استقاء من الله. فانت يعني ايه ما تنزلهوش منزله هو مجرد واحد عبقري وجاب افكار عظيمه شويه فانتوا ما تقولوش عليه نبي والا تكونوا كده بتقلهوه او بتقدسوه او شيء من هذا. يعني ترينا شخص يقدر يوصل للمرحله دي بنفسه يعني مش متاكدين ربنا يعني ولا شخص يعني. طيب ثم الحاجة الرابعة ان هو كشف عن سبب اهتمامهم ليه هم اهتموا بالكتابة وتأليفها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ بقى شايف انه بيرجع ذلك لما ابعدهم عن الدين ما اقتبسوه من علم الغرب المادي احسوا بحاجة المسة للرجوع لحضانة الاسلام فحاولوا ان يجدوا ما فقدوه من نسبة الايمان والاطمئنان في مطالعة حياة نبيهم ولكنهم في نفس الوقت ما تخلصوش من سيطرة العلم عليهم فجردوا حياته من المعجزات وأرسلوا نبوته وتحويلها إلى عبقرية حتى يعترفوا بها دون أن يخالفوا القانون المادي. الحاجة الخامسة النقطة الخامسة إن هو طب هم أرجع ما فيه من إنكار النبوة إلى سببين. السبب الأولاني إن هم تمسكهم بالعلم المادي
متمسكين ده اساس عندهم متمسكين بالعلم المادي فبالتالي جردوا حياتهم من المعجزات وكل ما يخرج صنف الكون. رقم اثنين ان هم اعتمدوا في كتاباتهم على اقوال المستشرقين يعني اعتمدوا على اقوال المستشرقين وكتاباتهم على كتابة حياة محمد وتعسفنان وذلك يرجع لانبهارهم بالغرب وحضارتهم المادية ويكون اعتمادهم على اقوال المستشرقين اكثر من اعتمادهم على كتب السيرة والحديث. واحنا قلنا لحضراتكم قبل كده ان الذي دفع المستشرقين للتأليف في الاسلاميات ليس بهدف التعرف على الاسلام ولكن كان بهدف حماية الرجل الغربي من أن ينبهر بالإسلام أو أن يدخل الإسلام، فهي كانت كتابات موجهة للداخل المسيحي. اللي حصل إيه بعد ذلك إنه ترجمت هذه الأعمال فصارت هي مصادر المثقف العربي بعدما كانت موجهة إلى هذا الرجل العامي المسيحي الغربي حتى لا يتأثر بالإسلام. لما ترجمت واطلع عليها من لا يحسنون الإسلام من المثقفين اعتبروها هي مصادرهم في التعرف على الإسلام، فصار الواحد منهم يتعرف على الإسلام لا من خلال كتابات المسلمين وإنما من خلال كتابات المسيحيين عن الإسلام. فده كده إيه يعني ده الكلام ممكن اللي هو الفلارين دول. آخر حاجة بقى نبه الشيخ مصطفى صبري على إنكار أصحاب المدرسة على عقلية النبوة ينم على أنهم لا يقدرون الله حق قدره، فهم ينكرون وامر ضمنهم الأمور خارقة لسنة الكون على ضمن أنها غير ممكنة كأنه يستحيل على عظمة قدرته سبحانه أن توجد أمور تخرق سنة الكون. ده كده إيه مجمل إن هو درس عقلياتهم وأهم اتجاهاتهم يعني. الرد بقى على دعويهم، فهو دلوقتي بيقول الكاتب إن تنبج أقوال رجال المدرسة العقلية في ثلاث دعاوى رئيسية. هو الشيخ أصلا بصفة عامة تناول أقوال كل واحد منهم على حدة وناقشها مناقشة دقيقة وأجاب على ما فيها، فهو الكاتب قال طبعا مش هيقدر يستوفي كل دول الشيخ بس أجملها إن هي دعوة بتاعتهم عن النبوة إيه ثلاث حاجات. رقم واحد أن النبوة لا تخرج عن الزعانة والعبقرية الفلسفة. رقم اثنين أن النبوة صفة مكتسبة تنال بالتقوى وتهذيب النفس والاجتهاد في الطاعة والانقطاع للعباد. رقم ثلاثة أن النبوة الحقيقية التي يعتقدها المسلمون بل جميع المليين لا تأتلف مع البشرية لأن فيها عنصرة من الألوهية. الشيخ بقى أجاب على الثلاث حاجات إزاي. الدعوة الأولى إن هي لا تخرج عن الزعامة والعقلية. أجاب الشيخ على الدعوة الأولى إن عظمة النبوة تسمو على العظمة وتفوق كل عظيم وتقصر عن مداها العبقرية. انظر عظمة النبوة متجلية. أنا بقى برضو ما فهمتش الرد ده يعني هو دلوقتي بيستشهد بآية وإن كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تدل هذه الآية على عظمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه وإخلاصه لكونها تصالح بتضوره في عجزه عن الإتيان بآية تخضع الناس تصديق مدعاه عن نبوته التي لا مدعى لنفسه غيرها يمتاز به على الذين أرسل إليه. أنا مش عارفة دي إزاي تبقى رد على حاجة زي كده. يعني هو عايز يقول إن عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في افتقاره إلى الله. لا يتكلم عن انه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يأتي بآية من عند نفسه وانما هو بينتظر الوحي، فالآية تصور افتقار النبي صلى الله عليه وسلم الى الله سبحانه وتعالى، ثم نتيجة هذا الافتقار يمن الله على النبي بالمعجزات الباهرة. فما اتى به محمد صلى الله عليه وسلم يفوق قدرات العباقرة لا من عند نفسه هو ولكن من عندي الله سبحانه وتعالى. فكأنه عايز يقول انه عظمته في عبوديته صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية في حاجة الزعامة والعبقرية ديت ولأنه إذا كان القرآن معجزة محمد رسالة وحيدة وكانت أفضل وأعظم ما وصل إلينا حيث يجردون حياة النبيين من جميع المعجزات معنا القرآن فهو معجزة نبوته لا معجزة عبقرية ديت. إذن العبقرية لا معجزة لا. أهو الناس دولت ده أمرهم عجيب رغم أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات لكنهم ينكرون المعجزات الحسية. يعني شوفوا المفارقة، هم يقولون لا نؤمن إلا بما تنتجه الحواس. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات حسية رآها الناس وتناقلوها، جم هم عند المعجزات الحسية دي تقول لا نعترف بالمعجزات الحسية وإنما المعجزة الوحيدة للنبي هي القرآن فقط، وده من التناقض البين.
طيب فهو الشيخ بيقول دي معجزة نبوته لا معجزة عبقرية بل العبقرية لهاش معجزة. النقطة الثالثة ان هو قال انكار النبوة وإقامة العبقرية مقامها يؤدي انهيار عقيدة كون القرآن كلام الله. ان كده لما انكر النبوة يبقى معنى كده ان القرآن ده كلام من عند الرسول صلى الله عليه وسلم مش من النفس هو اللي قاله. والاحاديث اللي هي مصدر سليم التشريع دي برضه اسنادات شخصية من الرسول صلى الله عليه وسلم. برضه النقطة الرابعة بقى هي نورها مش تبانها بس انا حاسس انها مهمة. ان لو محمد صلى الله عليه وسلم زعيما عظيما لا نبيا لكان زعيما للعرب فحسب لا زعيما لجميع المسلمين. يعني هما لما يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم يبقى زعيم على المجموعة بتاعته يعني العرب وكمان هيبقى زعيم على الناس اللي مش مؤمنين بنبوته مش احنا كمسلمين مؤمنين بنبوته. فدي برضو ترد منه على حدة الزعيم ده كده الردود اللي هي على الدعوة الأولانية للزعامة والعبقرية. الدعوة الثانية ان النبوة مكتسبة فأوضح ان النبي الحقيقي لابد ان يكون له حالة يضيق عنها نطاق الطبيعة وتتعداها الى ما فوقها لتكون علامة رسالته من الله ويكون الذين يتبعونه على بينة من أمره. وأكد أن هذه المرتبة لا تكتسب بل تمتاز بكونها فضلا من الله خاصا لمن يستطيه من عباده. هو بقى مش عايزين نرد عود صراحة بس هو ايه اللي عاجبني اكتر هو يترتب القول بان النبوة مختلفة. يعني هو فضلا لو احنا قلنا ان النبوة مختلفة هترتب عليها ايه؟ هترتب عليها رقم واحد ان الرسول ما يكونش خاتم النبيين اي حد بعديه ممكن يكتسب هذا الموضوع لان باب الاكتساب يلزم ان يكون مفتوحا لكل طالب من امه محمد وغيرها ده ما يخليش ان محمد خاتم النبيين. رقم اثنين الا يعلم الناس ان الساعي لاكتساب منصب النبوه قد بلغ مسعاه. يعني انت تعرف منين ان الشخص ده اللي هو مكتسب وصل لمرتبه النبوه لان لازم يكون في علامه يقتنع بها في نفسه هو نفسه هيعرف ازاي يوصل لمرتبه النبوه كان يقول الوحي او علامه تقنع الناس بتظهر معجزه على يده. رقم ثلاثه هيترتب على النبوه مكتسبه ان يلزم ان يكون النبي غير معصوم عن الخطا بل يخطئ ويصيب في اقواله وافعاله. دي تبقى ثلاث حاجات مترتبه ان النبوه مكتسبه. الادعاء الثالث للناس دي بقى طبعا هو الان بيلزم من المسلمين يعني كلام الشيخ هنا هذه الزامات تلزم المسلم فكانه بيقول لهؤلاء المثقفين انه تبنيكم لهذه الاقوال ينتج عنه واحد اثنين ثلاثة لان هذا الكلام لما موجه لغير مسلمين مش هينفع. هو كلام ده فرض عليهم ده فرض عليهم هم على المتأثرين بالغربيين اللي بيقولوا ان هم مسلمين. ماشي. اخر دعوة من دعويهم اللي هي ان الدعوة الحقيقية التي اعتقدها المسلمين لا تأتلف مع البشرية لان فيها عنصر من الالوهية. فرد الشيخ رد عليها بالفصل فصلا تاما بين مقام النبوة ومقام الالوهية وبالتأكيد على أن الأنبياء مثل سائر البشر في كونهم يقفون منه سبحانه موقف العبودية التامة إلا أنهم يتميزون عنهم بأن الله تعالى اصطفاهم بوحيه ورسالته وأجرى على أيديهم المعجزات الدالة على صحة نبوتهم. ده كده الدعوة والرد بتاع الشيخ عليه. وفي الآخر بقى هو الكاتب ده كاتب نقد للشيخ إن أول حاجة إن حارس كلها بحرص على إثبات إنهم ينكرون النبوة فعلا وإنه لم يصرحوا بذلك الإنكار وعلى إقامة الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك وان هو ما بذلش الجهد في الرد على دعاويهم زي ما بذل الجهد ان هو يحلل افكارهم ويحلل نشأتهم. النقطه الثانيه ان الشيخ نظرا للغيرات الدينيه القويه قد غال بعض الشيء في سوء الظن فيهم في تحليل عقلياتهم وتدقيق اقوالهم كما انه بالغ في الشك في صحه عقائدهم ونواياهم ولا يفهم من هذا ان يبرر ساحتهم من كل ما قاله فيهم وانه لا شك ان هذا ضعف ايماني منهم يعني وانهزام فكري يدل على تخليهم عن بساطة الفكر الإسلامي والتأثر بالغرب ولكنه لا يخرجهم عن طريق المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومصدقين بكتابه العزيز. طبعا يعني في فرق كبير انك تقول فلان منحرف أو ضال وانك تقول فلان كافر فرق كبير فرق شاسع. فإخواننا دول الظن بيهم كلهم ان هم عندهم انحرافات لكنهم ليسوا كفار إلا من صرح منهم بكفر يعني. أحسن الله إليكم الدكتور جزاكم الله خيرا. مين تاني معانا؟ المفروض بعد كده دينا واللي هتتكلم عنها هي عملت ايه دينا؟ المعجزات. طيب ممكن نخلي العرض ده المرة القادمة نقرأ شوية في الكتاب ايه رأيكم؟ ماشي يحس نمشي كده كل مرة علشان أنا قلت الموضوع هياخد مرة ولا حاجة هتقريم طول.
فخلينا المرة الجاية ناخد المعجزات وناخد ايه كمان. هو كده فضل كم مرة يا دكتورة؟ ما هو فاضل بقى انا كمان ان كان فيها جزء برضه تاني بعد دينا بعد كده في هنا. واحد اثنين ثلاثة أربعة. لكن الخاتمة والملاحقة دي أعتقد مش عارفة مش هتكون فيها حاجة. دي سريعة. ممكن مرتين كمان. أعتقد مرة في الأسبوعين مثلا المرة الجاية. ماشي خلاص خلاص المرة الجاية نخلص والمرة دي بقى ايه نقرأ شوية في الكتاب عشان نبقى اشتركنا الكتاب كده مرتين ورا بعض. أين وقفنا؟ صفحة 391. يلا ست أيه. وقال في نفس المقالة عن الفيلسوف. وقال في نفس المقالة عن الفيلسوف. عرفت الموضوع يا شيخ؟ عرفت الموضوع؟ هنا صفحة 392. قال في نفس المقالة عن الفيلسوف الذي ينتقد آراءه افتتن بمقرات العلم الطبيعي وشغف حبا بالمسألة المادية فتقص عن العقائد الدينية ولم يستطع أن يتغلب على عقائده الوراثية فيعلن أنه أصبح ماديا. هو بيتكلم عن مين في البداية؟ من البداية أخونا فاكرين؟ يمكن النحاوي الشاعر. واحنا يعني انا كاتبه ان احنا هنبتدي المره الجايه عشان يبقى الموضوع متصل وبعد ان اوردت المقاله الاخيره هي 391 يعني كنا جينا ونبدا من عندها. خلينا نقرا من دي. اظن كلامه على الاستاذ محمد خالد غيلان. هو مازال بيحاول يثبت ان كلمات واراء الاستاذ محمد فريد ولي قبل ان يتولى رئاسه تحرير مجله الازهر مختلفه او فيها تطور عما كان قبل ذلك. يعني قبل ذلك كانت كلماته شويه صريحه في التهجم على العلوم الاسلاميه والتراث الاسلامي. لما تولى رئاسه تحرير مجله الازهر يعني اللهجه كانها خفت قليلا يعني. فهو شغال كده انه يثبت التناقض او التحول الفكري يعني. ماشي هاتي الاول وبعد ان اورده نرجع شويه صفحه 291 الفقره قبل الاخيره. وبعد ان اورد في المقاله الاخيره اعتراضه على معتقدات الدين بالسنه الملاحده العصريين سجل مره ثانيه على ان الموازين العقليه المثبته غير خاف على العصريين انها ممنوة بالنقد وأنها إن أقنعت أهل القرون الخالية فاليوم لا تقنع المتعلمين المدركين الفقرينها وبين الدستور الليل. كما سجل عليه مرة ثالثة بقوله في مقالة أفردها لنقد آراء الفيلسوف على تعديله الزهاوي العراقي ونشرها في الجزء الخامس من المجلد الثامن من مجلة الأزهر. أسلوب الفلاسفة الأولين الاعتداد بالمسلمات العقلية والقضايا المنطقية والتدرج منها إلى إدراك العلم الأولية يعني إدراك وجود الله هو أسلوب أصبح لا يقنع أكثر المتعلمين على الطريقة الحديثة. العبارة دي إيه رأيكم فيها؟ يعني العبارة دي لو جينا نحللها كده كيف نفهمها؟ أسلوب الفلاسفة الأولين الاعتداد بالمسلمات العقلية والقضايا المنطقية والتدرج منها إلى إدراك العين الأولية وهو أسلوب أصبح لا يقنع أكثر المتعلمين على الطريقة الحديثة. شيخنا بيقول إن الاعتداد بالمسلمات العقلية كان دي طريقة ماذا؟ الفلاسفة الأولين للتوصل منها إلى ماذا؟ إلى إثبات الخالق سبحانه وتعالى. طيب وبعدين بيقول إنه هذا الكلام أصبح لا يقنع المتعلم العاصي فهو كده أوقعنا في مشكلة. إيه المشكلة؟ إنه هذا الكلام قد يفهم على نحوين. الطريقة الأولى أو الفهم الأول لهذا الكلام إن المسلمات العقلية لا تنفع. المسلمات العقلية دي لا تنفع ودي هيترتب عليها هدم العقل. لا تنفع وإنما ينبغي الاعتداد بالأدلة التجريبية. دي ممكن يفهم الكلام على هذا النحو أو على وفق هذا الاحتمال.
ممكن يفهم الكلام وفق انه التعبير عن هذه المسلمات العقلية غير مناسب. التعبير عن المسلمات العقلية هو اللي ايه؟ هو اللي فيه مشكلة، وبالتالي نحتاج الى تعبير جديد مناسب. ان الانسان اذا كان عاقلا فالمسلمات العقلية لا تفارقه، سواء كان متعلم العلوم العقلية او العلوم الشرعية او العلوم الانسانية، سواء كان انسان قديم او انسان حديث او انسان سيأتي بعد ذلك، المسلمات العقلية لا تفارق الانسان. فانت لما تقول الان الاعتزاز بالمسلمات العقلية هذه لا تصلح، ماذا تقصد؟ اما انه يقصد ان المسلمات العقلية هذه لا تنفع وهذا فيه هدم للعقل، او انه يقصد التعبير عن المسلمات العقلية دي ان الكلام معقد، انه المنطق صعب على الناس دراسته، انه طريقة الاستدلال على وجود الله فيها صعوبة على اذهان العصريين اللي عايزين حاجات بسيطة بلغتهم التي تناسبهم هم. هو غالبا يقصد ده، يعني هو غالبا الشيخ يقصد هذا. تمام؟ ايه بقى اللي اوقعه في الورطة دي ان يقول هذا الكلام بهذه الطريقة؟ لانه كان ممكن يعبر بتعبيرات ادق، انه كان ممكن يبقى تعبيره ادق. ايه اللي خلى تعبيره مش ادق؟ حاجتين. اول حاجة عدم فهمه للعلوم العقلية، وبيعتبر ان العلوم العقلية دي بيعتبر ان هي يمكن ان يستغني عنها الانسان، ولا يدري ان هذه العلوم مبنية على الفكر الصحيح او التفكير السليم الذي لا يختلف من انسان لانسان. فدي اول حاجة. تاني حاجة ان الشيخ بيستخدم الاسلوب الادبي في الكتابة، الاسلوب الادبي الذي لا يعتني كثيرا بتحديد مرادات الالفاظ، فهذا هو الذي اوقعه في هذه الورطة. فهو يقصد في الغالب التعبير عن المسلمات العقلية. هو الاثنين محتملين، الاثنين محتملين، يعني الكلام ممكن يتفهم منه ده ممكن يتفهم منه ده، لانه كلامه غير دقيق. ذكرت ان هم اصبح لا يقنع اكثر المتعلمين على الطريقة الحديثة لانهم لا يعتدون الا بالمحسوسات، لانهم لا يعتدون الا بالمحسوسات. نعم. انت المحسوسات دي ما انت لما هتيجي حتى يعني تستدلي لهم على وجود الله سبحانه وتعالى وتستعيني ببعض التجارب وببعض الامور اللي بتسمى في الاخر دليل العناية او دليل النظام في الكون، ما دي محسوسات هتحتاجي في اثبات وجود الله سبحانه وتعالى الى استخدام العقل. هتقولي لاحظ كيف تسير النجوم والكواكب، ودي كلها حس، دي كلها امور ماذا؟ حسية. ما الذي سيترجم هذه الأمور الحسية إلى معلومات منظمة مرتبة؟ العقل وليس الحس. أنا أقصد ده تغيير ثابت في كلامهم، الكلام ما الشيخ هنا أقصد إن هم كلهم أصبح لا يكون أكثر من تعدين لأنهم لا يعتدون، لأنهم لا يعتدون إلى المحسوسات. ده واضح، يعني ده كأنه شرح العبارة، لكن احنا ده مراد العبارة ايه؟ ما المراد من هذه العبارة؟ ماشي. وقال في نفس المقالة، وقال في نفس المقالة عن الفيلسوف الذي ينتقد آراءه اكتسن بمقررات العلم الطبيعي وشغف حبا بالفلسفة المادية، خلصته عن العقائد الدينية ولم يستطع ان يتغلب على عقائده الفلسفية فيعلن انه اصبح ماديا. وقال في نفس المقالة فوقف حائرا تمام. وقال في نفس المقالة أيضا إن الزهاوي كان يكتب شيئا ثم ينقضه بقول آخر، وهو أسلوب في الكتابة كل ما يمكن أن يعتذر عنه أنه يرجع إليه هربا من تبعة ما قرره من الآراء الإلحادية في نظر الرأي العام والحكومة، ولكنه اعتذار غير وجيه، وكان الأولى أن يتحمل تبعة ما يقول كما فعل جميع الذين تقدموه من ضحايا آرائهم، أو أن يسكت، أقول أو أن يفعل كما فعل الأستاذ فريد نفسه.
ماشي. يعني يكون اكثر مراوغه، يعني عايز يقول انه يكون اكثر مراوغه، لان هو عند الشيخ مصطفى صابري استاذ احمد فريد وجدي هو سيء الظن فيه، فهو هنا بيعلق بيقول ايه، او يكون زي محمد فريد وجدي هو يكون اكثر مراوغه واكثر اخفاء لارائه، يعني كانه عايز يقول كده. وقف حائرا لا يدري بأي فريق يلتحق، بفريق الذين يؤمنون بالغيب أم بفريق الذين يؤمنون بالواقع. فوضع الإيمان بالغيب في مقابل الإيمان بالواقع وهو فوضع الإيمان بالغيب في مقابل الإيمان بالواقع وهو أقبح تسجيلات الأستاذ على نفسه، كأن الإيمان بالغيب بغير الواقع. هامش. فلماذا إذا كان الأستاذ في مقالته المذكورة من قبل يلوم الذين لا يؤمنون بالغيب ما دام الإيمان بالغيب إيمانا بخلاف الواقع؟ فزعزع بهذين القولين الأخيرين والذين قالهما قبلهما مكان الثقة بالدليل العقلي المنطقي القائم على أساس الدين، أعني وجود الله، وخلى الزعزعة تفعل فعلها في القلوب، بل أيدها وأيد اعتراض خصوم الدين بقوله في مقالة أخرى بصدد مدح العرب في خدمة العلوم صفحة 283 الجزء الرابع من المجلد الخامس من مجلة نور الإسلام. ومما حير أنهم اتبعوا في بحوثهم العلمية الأسلوب العلمي الذي يؤدي إلى نتائج صحيحة، الأسلوب العرقي الذي يكثر فيه الخطأ. بعد كل هذا الذي يقضي في زعم الأستاذ على الدليل العقلي بالرغم من أنه كان مدار إثبات وجود الله عند علماء الإسلام على هذا الدليل منذ تأسيس الإسلام بتدوين علم الكلام الذي هو علم أصول الدين الوحيد في الإسلام، الهامش. مر على الإسلام زمان كان المترددون في أمر لا يقنعهم الدليل النقلي في أمر الدين. في أمر الدين انت عندك سواقط كثير في الفقرة دي، في أمر الدين. مر على الإسلام زمان كان المترددون في أمر الدين لا يقنعهم الدليل النقلي كالآيات والأحاديث فيطالبون العلماء بدليل عقلي، وكان بعض معاني تلك المطالبة أنه لا يقتصر على المسألة على ما بين المسلمين. لكن الأستاذ فريد وجدي بك تقدم شأوا آخر وقضى بآية المحكمات والمتشابهات على الدليل النقلي فيما بين المسلمين أيضا، ثم دار الزمان ومدى الإنسان عقله وأصبح الآن لا يقنع الشاكين دليل يقنع العقل، فيطالبوننا بدليل يقنع البصر، ويخشى من حلول زمان لا يروج فيه غير دليل يشبع البط، وقد لا نغالي إن قلنا بأن ذاك الزمان حل فعلا. بعد كل برضو في تورية وفي بأن الناس لا تقنع إلا إذا عادة القضية محل بحث عليهم بالمنفعة المادية، يعني الإنسان لا يقتنع إلا بما يعود عليه منفعة مادية، ما يعود عليه بمنفعة يكون صحيحا، ما لا يعود عليه بمنفعة فهو خطأ. وبيقول يعني يخشى أن يحل هذا الزمان الذي يفكر فيه الناس بهذه الطريقة. بعد كل هذا علق الأستاذ أمل تأسيس العقيدة الدينية على أساس علمي متين، على أساس المتين العلمي لما اكتشفه أقطاب العلم في الغرب وما سيكتشفونه تحت اسم الكتب النفسية. وبالخلاصة علق إثبات وجود الله باكتشافات الأسبرتيز، واعترف في ضمن هذا التعليق بأنه لم يثبت بعد في صورة قطعية علمية، لأن ما اكتشف منها أيضا لم يقنع. احنا كنا ترجمناها هي الأسبرتيزم دي الروحانية، هو علم الاسبريتواليتي حاجة كده، سبريتوال علم الروحانيات اللي هم بيحاولوا يبحثوا فيها عن التواصل مع الموتى وتفسير الأحلام فبيقول لك العلم ده يعني ربما يصل مع التقدم العلمي والآلات الحديثة إلى إثبات أن هناك يعني أمور غيبية، وبالتالي لما يثبت العلم هذه الأمور نبدأ إحنا بقى نؤمن بالغيبيات، فكأن إيماننا معلق على ما سيكتشفه هذا العلم. واعترف في ضمن هذا التعليق بأنه لم يثبت بعد في صورة قطعية علمية،
لأن ما اكتشف منها أيضا لم يقنع أكثر المتعلمين العصريين الشاكين كما لم يقنعهم الدليل القديم العقلي المنطقي. أما كونه يحملهم تبعة عدم الاقتناع بالدليل الجديد العلمي المكتشف فليس له الحق في ذلك، لأن الأستاذ نفسه أيضا كان قبل تولي الوظيفة الأزهرية لا يقتنع بثبوت عقيدة الديانة بتلك البحوث النفسية، ولم تكن تلك البحوث يوم أعلن الأستاذ عجز الشرق الإسلامي عن القالدين المدفون مع سائر الأديان في مقبرة الأساطير مجهولة للذين لهم اتصال بغرب اكتشافاته مثل الأستاذ. لقد فرضت أنا كثيرا من تلك البحوث في كتاب ألفه كاتب تركي ونشره في سنة 1928، وهذا التاريخ يتقدم بسنوات على مقالة الأستاذ التي صوب فيها حملته العنيفة على الأديان مستندا إلى العلم الحديث المادي، والتي نشرها في الأهرام أثناء المناظرة الجارية بيني وبينه وتولى رئاسة المجلة الأزهرية بعد أسبوع أو أسبوعين، وقد نقلنا عنها فيما سبق فقرات وسننقل تمامها في نهاية هذا الكتاب إن شاء الله. الحاصل أن الناظر المدقق يرى الأستاذ في دورة دفاعه عن الدين أي في دورة البناء أيضا لا يقلع ولا يتخلى عن الهد، كما أن دورته المتقدمة المتحاملة على الدين كلها هد. وأصل الداء الذي ساق هؤلاء المتعلمين إلى الشك المنتهي في الإلحاد وفي قلب الأستاذ أيضا على الرغم من تعييدهم به أثر عميق منه ينكس الفينة بعد الفينة اعتقادا أن الله تعالى لا يثبت وجوده ثبوتا علميا ما لم تشهد به التجارب الحسية، كما شهدت بسائر المسائل الثابتة في نظر العلم الحديث، وأن ثبوته بالدليل العقلي المنطقي لا يكفي لعدم الوثوق بسلامته عن الخطأ. ولهذا لا ترى الأستاذ أبدا يجابه اعتراضه الحاكي على أفكار الذين لا يقيمون لغير ما تشهد به التجربة الحسية وزنا، لأن الدليل المنطقي المبني على العقل يغني كل الغنى عن غيره وأنه دليل من الطراز الأول. وكتابنا يغنى على طوله لإزالة الخطأ الفاحش القائل بأن الحس والتجربة طريق الوصول الوحيدة إلى الحقيقة دون العقل، وده باطل. التجربة تنفع في التجريبيات، أما المجردات والأخبار والتواريخ لا تنفع فيها تجربة. لا يمكن تثبيت عقيدة الدين إلا بإزالة هذا الخطأ الذي صحب الأمر على المتولين الدفاع عن الدين فتركوا الطريق العظيم المستقيم وسلكوا الترهات الصحاصح. والأستاذ في دورة مؤازرته الدين يستمد دائما من اكتشافات الغرب التجريبية، كما أنه في دورة كتاباته ضد الدين كان أيضا يقلد الغرب ولا يرويه الدليل العقلي في دورتيه، حتى دليل العلة الغائية الآتي في محله من الكتاب على الرغم من كونه مزيجا بالتجربة في المجلد الثاني إن شاء الله لعدم محموضته فيها. دليل العلة الغائية اللي هو دليل النظام أو دليل العناية أو دليل اتصال المنافع كلها أسماء لمسمى واحد، يعني النظر في الكون ينتج أن هناك خلف الحوادث المتكاثرة منظومة واحدة رابط ناظم ينظم بينها جميعا، فهذا الاتصال والترابط بين أجزاء الكون يقول إن هناك من نظم بينها. لعدم محموضته فيها وآخر أمال الأستاذ معلق بتكمل التجارب الحسية بواسطة ترقي البحوث النفسية في الغرب إلى حد أنها تقنع المتعلمين العصريين الشاكين في حقيقة الدين ولا تبقي مجالا للشك في قلوبهم. طيب نقف هنا ونبدأ المرة الجاية بقى من عند إيه ومحور تمحيص البحث الذي تدور عليه أفكار الأستاذ. الحمد لله رب العالمين. احنا قلنا حضراتكم قبل ذلك ملحوظة مهمة جدا، وهي انه لماذا يرفض الغربيين او الفكر الغربي الحديث المتأثرين به الادلة العقلية ولماذا يحتقرونها. السبب في ذلك انه مفهوم الدليل العقلي عندهم مخالف لمفهوم الدليل العقلي عندنا. الدليل العقلي عندهم
أو ما يسمى عندهم دليلا عقليا هو عبارة عن تأملات الفلاسفة. وهذه التأملات الفلسفية غالبها انطباعات وأمور لا دليل عليها، والكلام ده الحقيقة يعني ما حصلش غير مع الفلسفة الغربية الحديثة، وإلا فالفلسفة اليونانية مثلا كانت تشترط على من يريد التفلسف أن يدرس المنطق، فكان علم المنطق مقدمة للتفلسف، بحيث أفكار الإنسان تكون أفكار ينبني بعضها على بعض، أفكار يمكن إثباتها للغير، وما تكونش عبارة عن انطباعات أو تأملات ذاتية وشخصية. الفلسفة الحديثة صارت كلها كده، تأملات وانطباعات ذاتية. تيجي تقرأ في كتابات واحد زي نيتشا مثلا، واحد قاعد عنده مرض نفسي، عنده مشاكل كبيرة جدا في حياته، فعمل فلسفة ورؤية للوجود تنطبق مع الاكتئاب اللي هو عايشه، وصارت فلسفة نيتشا، سموها فلسفة. بخلاف الدليل العقلي اللي كان عند علماء المسلمين أو ما يسمونه دليل العقلي، الدليل العقلي عند المسلمين خطوات محددة يمكن للغير أن يسير فيها وأن يتأكد منها، وخطوات لها قواعد بحيث يعترض عليك في بعض هذه الخطوات ويقال لك تجاوزت أو أخطأت أو وهمت. فهم ما شافوش الدليل العقلي بالمعنى الإسلامي، فالدليل العقلي ليس مرادفا للتأملات ولا الانطباعات الشخصية. الدليل العقلي خطوات محددة يسير فيها العقل، ده الدليل العقلي باختصار. ايه اللي يرادف بقى حديثا يعني الدليل العقلي او العقليات بالمعنى الغربي الحديث اللي هو فيه هدم، اللي هو عبارة عن تأملات؟ اللي بيرادف هذا المعنى في العصر الحاضر ما يسمونه الفكر الإسلامي، وفلان مفكر إسلامي. هو الأفكار هذه الذين يقولون على أنفسهم مفكرين إسلاميين، هو واحد قرأ شوية في الإسلاميات، شوية في الحديث، شوية في التفسير، شوية في التاريخ، شوية في عند الغربيين، شوية عند الشرقيين، ثقافة عشوائية، فبيقعد يتأمل ويخرج لنا أفكار وانطباعات خاصة به هو، وما أتى به لا يسمى أدلة عقلية وإنما هي انطباعات. والعلم ليس انطباعات، العلم خطوات ومناهج وإجراءات. فكأنه لما تم تنحية علم الكلام وصار يحتقر وضعف في الجامعات الإسلامية، حل محله التأملات والأفكار، فسميت عند الغربيين باسم الفلسفة، وسميت عند المسلمين المعاصرين باسم الفكر الإسلامي، وكلها عبارة عن تأملات ذاتية غير علمية. لذلك انت لما تيجي تقول دلوقتي لطالب الهندسة ولا الطب ولا المتعلمين في تعليم غربي حديث الدليل العقلي والدليل العقلي وأهمية الدليل العقلي، لا سيبك من الكلام ده كله. ليه؟ لأنه يتحدث عن ماذا؟ عن الدليل العقلي كما يفهمه هو، هو لا يفهم ما هو الدليل العقلي أصلا. هنفكر أنك تقول الأدلة العقلية يعني تأملاتي، وده غير صحيح. الدليل العقلي زي ما قلنا خطوات وإجراءات. وإحنا كنا قلنا حضراتكم قبل ذلك أنه العقل له مسلكان في فهم الأمور. المسلك الأول مسلك القياس، المسلك الثاني مسلك دلالة الالتزام. فالعقل يتصرف في الأمور وفق هذين المسلكين. كيف يصل إلى النتائج؟ باتباع قوانين الفكر، قوانين الفكر المدونة في علم المنطق. قائدين التأملات الذاتية دولة نحط كلامهم في
في سالة الأدباء ونعتبر ان هم مش بيتكلموا عن الدين، مش بيعبروا عن الدين، فانتبهوا بيتكلموا ما احنا سايبينهم، احنا ماسكينهم. ده هي المشكلة جاية ان احنا سايبينهم، احنا ما حدش مسك حد من يفكر، لكن المشكلة ان تعتبر هذه الافكار هي الاسلام، وهذه الافكار ليست هي الاسلام. الحقيقة الاسلام ما يعرفش حاجة اسمها مفكر اسلامي. الاسلام يعرف انت فقيه او انت متكلم او انت مجتهد في التفسير او انت محدث، ده المفكر الاسلامي. لكن ايه مفكر اسلامي؟ بيكتب في قضايا عامة مثلا من وجهة نظر الاسلام؟ هيضطر يستنبط من الايات والاحاديث، هيضطر يرجع لآراء العلماء في هذه المسائل. فهو إذا مقلد يجمع بين آراء العلماء ولا يستنبط بنفسه، إلا إذا ادعى الاجتهاد ساعتها في الاستنباط من الآيات، فساعتها نقول له أنت إذا مجتهد. فالمفكر الإسلامي هو الفقيه، المفكر الإسلامي هو المتكلم، المفكر الإسلامي. لكن كلمة مفكر إسلامي الآن صارت تطلق على كل واحد يكتب في الإسلاميات. نحن لن نعهم أن يتحدثوا، لكن المشكلة كلها في اعتبار أن ما يصلون إليه من أفكار هي الإسلام أو هي صحيحة بالضرورة. لا، هذه الأفكار تعرض على أهل الذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله.